بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. عايز أتكلم مع حضراتكم النهاردة، أو عندي أمور كثيرة جدا أتكلم فيها مع حضراتكم. عندي كلام فيما يخص اتحاد كرة القدم المصري، وأين مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. ولكن قبل ما أبدأ كلامي عن اتحاد كرة القدم، أنا عايز أتكلم وأنا هنا هدخل مباشرة في كلامي عن هذا الأمر، لأنه أمر هام جدا ومهم أن أنا أتكلم فيه. خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، الكلام اللي أنا هقوله اللي جاي ماليش علاقة أنه هو المدير الفني لنادي الزمالك. أنا هنا بتكلم عن مدير فني أجنبي موجود في مصر وبيتكلم عن مصر. مرة تانية، أنا هنا ما بتكلمش عن المدير الفني لنادي الزمالك، ولكن أنا هنا بتكلم عن مدير فني أجنبي بيتكلم عن مصر وهو موجود في مصر. أنا بتكلم عن مدرب أجنبي مرة تانية جاي يشتغل في الدوري المصري. ماليش دعوة بطريقته وبأسلوبه مع الصحفيين. الصحفيين أكيد عندهم نقابتهم يلجأوا ليها لو كانوا حاسين إن كان هناك أي تجاوز من جهته، ولكن دي حاجة تخصهم ما تخصنيش. ولكن أنا هنا هعلق على نقطة، ونقطة مهمة جدا. مؤتمر صحفي لمباراة في الدوري المصري، ازاي هنا مدرب يقول انا عايز هنا بس الصحفيين اللي عاوزين الزمالك يتحسن، او اللي عاوزين فرقتي تتحسن، واللي مش عايز كده يا ريت يخرج. هو ازاي يعني الكلام ده؟ هو ده مش مؤتمر داخل نادي الزمالك بالمناسبة، ده مؤتمر في مسابقة الدوري المصري، واي صحفي من حقه يكون حاضر، وأي صحفي من حقه أنه هو يسأل زي ما هو عايز طالما السؤال في إطار المباراة. دي وجهة نظري بالمناسبة. اللقطة الثانية، عندما تتكلم عن كرة القدم المصرية يجب أن تقف احتراما لكرة القدم المصرية. لا يمكن أو ما ينفعش أن أنت تتكلم بهذا التهكم الواضح على كرة القدم المصرية. يعني ايه يتقال ان كرة القدم المصرية اخر 30 سنة ما قدمتش شيء لكرة القدم؟ هو ازاي يعني الكلام ده؟ مرة تانية، انا ماليش علاقة بنادي الزمالك، انا بتكلم عن مدير فني اجنبي موجود. هو حضرتك اللي بتقوله ده متابع للكرة في العالم زي ما بتقول؟ هو انت ما شفتش منتخب مصر عمل ايه في اخر 30 سنة مثلا؟ بلاش منتخب مصر. هو ما شفتش النادي الأهلي في آخر 30 سنة عمل إيه؟ معذور، قد تكون معذور، ولكن عشان أنا متأكد إن أنت ما شفتش نادي كولومبي بيروح كأس العالم للأندية، فما شفتش وما تعرفش. بس كمان ما شفتش منتخب مصر وهو بطل لكأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية بإنجاز اتكلم عنه العالم كله. وحضرتك ما شفتش منتخب مصر بيوصل نهائي كاس الامم الافريقيه 5 مرات بيكسب منهم 3؟ فاكرين جون حمص، محمد حمص نجم النادي الاسماعيلي في كاس العالم للقارات لما كنا بنلعب ايطاليا وكسبنا ايطاليا 1-0 بهدف محمد حمص؟ ايطاليا والعالم واوروبا والعالم كله اتكلم عن منتخب مصر. ما شفتش منتخب مصر واللي عمله مع البرازيل في هذه السنة 4-3 بكرة يعني زي ما حضراتكم فاكرين؟ ما شفتش مصر وهي بتقدم للعالم موهبة وصلت لمنافسة رونالدو وميسي، وده بشهادة الفيفا من جوائز ذا بيست، ولما صلاح يكون من أفضل 3 لعيبة في العالم؟ ما شفتش إنجازات محمد صلاح مع ليفربول؟ ما شفتش مواهب زي تريزيجيه، زي النني، زي مصطفى محمد؟ ما تعرفش ان منتخب مصر في يوم من الايام كسب المكسيك في اخر 30 سنه برضو بالمناسبه، كسب المكسيك او تعادل مع المكسيك، انا اسف، 2-2 في كاس القارات اللي كانت في المكسيك؟ اعتقد ان دي كانت لسه بداياتك يعني.
انا هنا بتكلم عن منتخب مصر فقط. طب ما شفتش اخر 30 سنه لما النادي الاهلي بياخد ثالث العالم 3 مرات وبيتفوق على كل فرق القاره اللي حضرتك جاي منها؟ ما شفتش الاهلي تاني اكتر انديه العالم بعد ريال مدريد حصدا للبطولات القاريه؟ لما تيجي تفتح وتعرف تسمع هذا الكلام على جوجل، لما تبحث عن جوجل كده مين تاني او مين افضل 3 انديه فوزا بالبطولات القاريه في العالم، هيطلع لك رقم 1 ريال مدريد، رقم 2 النادي الاهلي من مصر، 3 الميلان ايطاليا، ريال مدريد اسبانيا، الاهلي مصر، الميلان ايطاليا. ما شفتش الاهلي وهو بيكتسح القاره الافريقيه بالطول وبالعرض اخر 30 سنه؟ حضرتك طالع تقول هنا، انا هتكلم عن مدرب الزمالك، طالع تقول ان الاهلي كسب الزمالك وبيكسب بضربات ثابته. هو واضح ان حضرتك ما شفتش المباراه. وليك حق ان انت تقول ان انت ما شفتش حاجه في اخر 3. كده انا فهمت. كده انا فهمت. وبعدين بما ان حضرتك رجل عالمي كده وبتنظر فقط للعالميه، يعني ما شفتش ريتشارلسون نجم البرازيل وتوتنهام الانجليزي امبارح؟ امبارح مش من شهر، امبارح. حاجه بسيطه جدا على فكره، هي قد تكون حاجه بسيطه جدا ولكن لها دلاله عالميه. هذا اللاعب لاعب توتنهام الانجليزي نشر احتفال لعيبه النادي الاهلي على صفحته، لانه كان بيعمل زيه او هو اللي بدعه يعني على صفحته الشخصية على انستجرام، وهي رقصة البومبو. محمد صلاح النهارده برضه ماسك البط. قبلها بعد التتويج ببطولة افريقيا امام الوداد، برضه حاجة لها دلالة بسيطة جدا. اغنية ساتالانا اللي ما كانش حد يعرفها، انا اسف، لفت العالم كله، وازاي بقت ترند عالمي، وانديه كتيره جدا احتفلت باغنيه، ومنتخبات مش انديه، مش انديه فقط. طيب خليني اقول لك ان في الكونكا كاف في المكسيك الناس هناك احتفلت، اعتقد بعد ما المكسيك اتغلبت من قطر، قطر احتفلت بهذه الاغنيه. الحقيقه انا بستغرب جدا جدا من ان احنا لا امبارح الناس تقول لك ايه، اصل الوسط الرياضي في مصر، لا الوسط الرياضي في مصر وسط رياضي محترم، وسط رياضي ما فيهوش غير نقطه سودة فقط معروفه. امبارح النهارده او يعني انا سمعت، يعني انا شفت الكلام ده النهارده الحقيقه على السوشيال ميديا، تصريحات اوزوريو او اوسوريو. فالحقيقه انا استغربت جدا من هذه التصريحات، لا يصح مثل هذا الكلام. كرة القدم المصرية حاجة كبيرة جدا في العالم كله، في أفريقيا وفي الوطن العربي، عايز تقول في العالم قول برضو، ليه لأ؟ عندنا بعض المشاكل، عندنا بعض المشاكل، ولكن إحنا بينا وبين بعض، أنا أقطع في الزمالك والزمالك يقعد وهنا وهنا، ولكن لما نيجي نتكلم عن مصر وعن كرة القدم والرياضة في مصر، لازم تبقى عارف إن منتخب مصر زي ما حضرتك بتقول اخر 30 سنه ايه اللي عمله منتخب مصر. قبل ما تطلع تتكلم تقول اي حاجه لازم تبقى عارف، اقرا منتخب مصر عمل ايه، النادي الاهلي عمل ايه، بقيه الانديه اللي موجوده في نادي تاني عملت ايه. اوعى تصدق ان انت جاي تعلمنا الكوره هنا. انت مدرب كبير وليك اسمك وكل حاجه، ولكن في النهايه الرياضه وكره القدم في مصر لها تاريخ كبير، ومصر عندها ارث كروي كبير جدا. لا يصح مثل هذا الكلام، وجهة نظري وانا بقولها بمنتهى الود والاحترام، ماليش اي علاقه باي حاجه هنا، والله انا لا اقصد نادي الزمالك في اي شيء، لانه وجهة نظري ان هذا الكلام يقلل من النادي الزمالك، او وجهة نظري، مع انا اسف، نادي الزمالك نادي كبير واخد بطولات من قبل اوسوريو ومن قبل اوزوريو ومن قبل الكلام ده كله، فلازم لما تيجي تتكلم تبقى واخد بالك من الكلام وتعرف. طالما بتتكلم في كرة القدم المصرية يجب أن يكون هناك احترام، اتكلم في اللي يخصك أنت زي ما أنت عايز. أنت أحسن واحد وأفضل واحد وأعظم واحد، محدش هيقدر يتكلم. ولكن منتخب مصر عمل إيه؟
النادي الاهلي بيعمل ايه ومنتخب مصر هيعمل وهيفضل يعمل. النادي الاهلي هيعمل وهيفضل يعمل. وهنا انا هوجه كلامي لاتحاد كره القدم المصري برضو، ما اعرفش يعني، انا شفت ان انا من دوري ان انا لازم اطلع اتكلم واقول هذا الكلام، لكن هل حضراتكم راضيين عن اللي اتقال؟ لو شايفين ان مش دوركم خلاص اوكي ماشي. هو مش حضراتكم قلتوا ان انتوا عاملين مرصد اعلامي وهنشوفوا التجاوزات؟ قد تكون لا، دي الكلام اللي هو قاله مش تجاوزات بالنسبه لكم، انا بس محتاج افهم، ولا دي حضراتكم ما شفتوهاش؟ هو كلام غير مقبول. حتى لو كره القدم المصريه حصل فيها اي كبوات للمنتخبات، هنا انا انتقدت بشده منتخب مصر للناشئين والشباب وبمنتهى الشده، ولو كان حصل حاجه للمنتخب الاولمبي كنت هنتقد وبمنتهى الشده. منتخب مصر الاول نفس الكلام، لان كره القدم المصريه تاريخ كبير وعظيم ودايما بتقدم مواهب عظيمه لا تستحق ابدا ان اي حد يتكلم بمثل هذه الطريقه، اي حد مهما كان هو مين. ممكن تقول ما فيش تنظيم شويه نقدر نتكلم في هذا الامر، نقدر نقول كذا، نقدر نقول كذا، ولكن اخر 30 سنه عيب. هذا الكلام لا يصح، وهذا الكلام هو كلام غير صحيح. هكمل كلامي عن اتحاد كره القدم، انا يعني هنهي هذه الجزء او هذا الجزء، لانه انا بشوف انه من واجبي ان انا اطلع ارد على مثل هذه او مثل هذا الكلام الغير صحيح. خلينا اتكلم بالاحترام الواجب، بالاحترام الواجب. عايز ابعت رساله لاتحاد كره القدم. حضراتكم شفتوا اجنده الموسم اللي جاي؟ تاني او تالت او رابع مره اتكلم في هذا الامر. حضراتكم عارفين النادي الاهلي وباقي الانديه هيشاركوا في كام بطوله؟ طيب حضراتكم عارفين في كام توقف دولي لمنتخب مصر؟ اكيد عارفين. الحاج عامر حسين انا شكرته امبارح على الهوا. طيب عارفين الكاف هيخاطب الاتحادات المحلية ومنها اتحاد كرة القدم المصري لتأجيل كل المباريات المحلية للفرق المشاركة في دوري الدوري الافريقي اللي هو كان الدوري السوبر الافريقي واصبح اسمه الدوري الافريقي، الدوري الافريقي الممتاز الافريكان بريميوم ليج؟ هطلع لحضراتكم جدول دلوقتي، عايز حضراتكم تشوفوا المتوقع للنادي الاهلي لو وصل للمباريات النهائيه في المباريات او في البطولات اللي هيلعبها، هيلعب مباريات قد ايه. مباراه سوبر افريقي ادي واحد، ست مباريات دوري السوبر الافريقي اللي هو دوري الافريقي الممتاز، مباراه دوري ابطال افريقيا 14 بطوله، ثلاث مباريات كأس العالم للأندية، ثلاث مباريات كأس مصر 2023 ده لو وصلنا للمباراة النهائية، خمس مباريات كأس مصر 2024، مباراتين كأس السوبر المصري الجديد لأنه هيبقى بأربع فرق، 34 ماتش في الدوري، سبع مباريات كأس الرابطة يعني اللي هي من المتوقع أنها تلعب في فترة كأس الأمم الأفريقية اللي هي في شهر يناير القادم، شهر يناير ولا بعد كده، المهم يعني لو حسبنا هذه المباريات هيطلعوا 74 ولا 75 يا شباب؟ 75 مباراة. طيب عندك كام لعيب من المنتخب موجود؟ يعني ممكن حضرتك اللعيب الأساسي اللي بيلعب للنادي الأهلي ولمنتخب مصر واللي هو كانوا 10 تقريبا في آخر تجمع أو 8 في آخر تجمع 10، ممكن يوصلوا 100 مباراة في الموسم اللي هو أقل من 12 شهر بالمناسبة. خلي بالك، أقل من 12 شهر في الموسم ممكن يوصلوا ل 100 مباراة. طيب أنا بقالي يومين بسأل في هذا الأمر، هل من الممكن أن يكون هناك لاعب في العالم، العالم في مصر، العالم أنا آسف مش في مصر، بيلعب 100 مباراة؟ والله ناس كتير قالت لي لا، نو واي،
قالوا لي صعب جدا جدا ان ده يحصل. عفوا. فقالوا لي ان صعب جدا جدا ان ده يحصل. طب خليني اتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه. هل هيتم تنظيم الموسم في الجداول بشكل مناسب؟ طيب لهزازين الرؤوس او لهزازي الرؤوس ولكل من يحاول ان هو يتكلم عن النادي الاهلي، قال لك اصل النادي الاهلي بيتاجل له ماتشات. طيب الاتحاد الافريقي هيطلب من الاتحادات المحليه، زميلنا محمد سعيد قال هذا الكلام في برنامجه في الترند، الاتحاد الافريقي هيطلب من الاتحادات المحليه في حاله لعب مباريات كاس الدوري الافريقي او الدوري الممتاز الافريقي، هيطلب من الاتحادات المحليه تاجيل المباريات. هتطلعوا تقولوا ايه يا ترى ساعتها؟ حضراتكم هتطلعوا تقولوا ايه؟ هتقولوا الاتحاد الافريقي متواطئ مع النادي الاهلي، هيعمل كده مع كل الانديه مش مع النادي الاهلي بس، فحضرتك مش هتكونوا يعني مفيش في النادي، مفيش غير النادي الاهلي فقط هو اللي مشارك من مصر، فالتاجيلات حتميه وفقا لايه؟ للوائح، وفقا للوائح. ما نشوف هيطلعوا يقولوا ايه ساعتها تاني. فانا في هذا الامر محتاج توضيح. هل اتحاد كره القدم وضع كل هذه الامور في اعتباره قبل انطلاق الموسم القادم؟ الحاج عامر حسين اشد باللي بيعمله ومتاكد، لكن هل هيعمل ايه؟ وبعيدا عن هذه الامور، زي ما قلت لحضرتك وزي ما وصلت لحضرتك دلوقتي، من الممكن جدا ان انت تلاقي واحد زي محمد الشناوي، واحد زي محمد عبد المنعم، واحد زي ياسر ابراهيم، واحد زي عمرو السولية، واحد زي حمدي فتحي، حمدي مشي، واحد زي محمد هاني، واحد زي حسين الشحات، واحد زي كهربا، واحد زي مروان عطية، واحد زي محمد شريف لو رجع المنتخب مرة أخرى. تجد هؤلاء اللاعبين اللي أنا بقول أسمائهم لاعبين 100 مباراة سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخبات الوطنية، والأهلي زي ما حضرتك عارف بالأسماء اللي أنا قلتها هو المحرك الأساسي والرئيسي للمنتخبات الوطنية، مش في كرة القدم بس ولكن في كل الألعاب، وبالتالي يجب أن يكون هناك حلول موجودة عند اتحاد كرة القدم. أنا بقول من دلوقتي يا سمير والنبي يبقى نسجل الحلقة دي، ولو ربنا يعني بعد شهرين ادانا العمر والصحة، ها نشوف الجداول اللي هتطلع هتبقى عاملة ازاي. أنا بس عايز أقول إن أنا يا جماعة قلت هذا الكلام يوم 17/7 ولا 17/7. اللعيبه دول ليهم حق ان هم يرتاحوا. اللعيبه دول مش مكن، دول بشر. بعد اللي انا شفته السنه اللي فاتت وبعد القرار التاريخي اللي اخده كابتن خطيب واداره الكره في النادي الاهلي باراحه اللاعبين، خلانا نتبسط سنه وناخد 5 بطولات، لازم اقول هذا الكلام. لازم اقول ان اللعيبه دي من حقها ان هي تستريح. انا عارف ان الناس هتقعد تقول اشمعنى، وهيقعدوا يقولوا اي كلام وخلاص، ولكن انا من دلوقتي اهو برد عليهم واقول لهم مفيش حد زي الاهلي، محدش هيوصل ل 100 مباراه. محدش هيوصل ل 100 مباراه، ولا هتعرفوا توصلوا، لانه لا يوجد، مش قصدي تريقه والله، لا قصدي تريقه ولا حاجه، ولكن لا يوجد نادي في مصر هيلعب عدد هذه البطولات غير النادي الاهلي فقط. ان النادي الاهلي هو الوحيد اللي مشارك، هو مثلا وبيراميدز هيشارك في دوري الابطال، فعندهم عدد من المباريات، لكن الاهلي مثلا هو الوحيد اللي في الدوري الافريقي الممتاز فهياخد كم مباراه؟ 8 مباريات زياده، ده غير كاس العالم طبعا ما نبقى نوصل، لان النادي الاهلي هو اللي بيشرف مصر دائما يا اسوريو. منتخب مصر اسم كبير، منتخب مصر اسم كبير. لما تيجي تتكلم عن كرة، أنا آسف كل شوية أكرر هذا الكلام، ولكن لما تيجي تتكلم عن مصر أو عن الرياضة في مصر، خد بالك من كلامك واقرأ التاريخ الأول، اقرأ تاريخ نادي الأهلي، اقرأ تاريخ نادي الزمالك، اقرأ تاريخ منتخب مصر، عشان لما تيجي تتكلم ما تقولش 30 سنة، الكلام ده عيب ولا يصح.
احنا منتخب احتفل بمئويته بالمناسبة من سنتين لو انا بقول صح، او 3 سنين يعني. تخيل حضرتك ان مصر اول ماتش دولي بتلعبه سنة 1920. اتمنى بس ان الحاجات دي كلها متذكرة، اتمنى ان تكون التواريخ دي سليمة. ف خلي بالك، موضوع تاني مهم عايز اتكلم فيه، موضوع المحترفين او دوري المحترفين في القسم الثاني هيتم تطبيقه. عايز اقول لحضراتكم المعلومات اللي عندي في هذا الامر. حسب المعلومات اللي موجوده واللي جايه لنا من اتحاد كره القدم، في اجتماع النهارده اتحاد كره القدم قرر المضي قدما في تطبيق دوري المحترفين ب 20 فرقه في مجموعه واحده في القسم الثاني السنه الجايه. حضراتكم عارفين. طب ايه السيستم؟ هيتم تصعيد الاول والثاني في دوري المحترفين مباشره للدوري الممتاز، والثالث هيلعب دوري الترقي مع اوائل مجموعات دوري الدرجه الثالثه. هتكون دوره من 4 فرق، واللي هيتصدرها هيصعد للممتاز مباشره. يعني ممكن جدا فرقه درجه ثالثه تصعد للممتاز مباشره. ده هنا اعتراضي على هذا الامر، بعدين هتكلم عنه بعدين. ولكن قضي الامر، وده قرار الاتحاد المصري لكره القدم، والنهارده اتفقوا على ان لا يوجد تراجع ايا ما كانت التغييرات اللي هتحصل، وهيعلنوا لائحه دوري المحترفين خلال الايام القادمه. ده الجانب الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم، أو اللي حصل في اجتماع اتحاد كرة القدم المصري النهاردة. الجانب الآخر، امبارح في النادي الأولمبي العظيم والعريق، تاني أقدم نادي في مصر بالمناسبة، يعني للي ما يعرفش نادي الأولمبي تاني أقدم نادي في مصر، امبارح 67 نادي اجتمعوا في النادي الأولمبي في اسكندرية، وقرروا الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من 3 أعضاء من الاتحاد المصري لكرة القدم، ومش هقول أسمائهم. وكمان هيقولوا أو عايزين يقرروا أو يعملوا جمعية عمومية غير عادية لإلغاء قرار الاتحاد بخصوص دوري المحترفين والعودة للنظام القديم ب3 مجموعات. خليني اقول لكم ان هنا انا كده جبت لحضرتك اتحاد كره القدم وال 67 نادي اللي اجتمعوا في النادي الاولمبي. خليني اقول لكم ان الجمعيه العموميه للانديه بتسعى ان هي تعملها لن تكتمل ولن تنعقد، ده حسب مصادري. كمان في انديه من اللي ضمن المشاركه في دوري المحترفين قررت ان هي لو لم يتم تطبيق دوري المحترفين هتروح للاتحاد المصري، الاتحاد الدولي لكرة القدم، تشتكي في حالة التراجع يعني عن تطبيق دوري المحترفين. أنا بالنسبة لي الموضوع صعب جدا جدا، ومش هقدر أقول رأيي دلوقتي الحقيقة، لكن زي ما قلت لحضراتكم اليومين 3 اللي فاتوا عندما يكون معايا الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري والاستاذ عبد الحكيم ابو علم وبقيه الاسماء الكبيره اللي بتيجي قناه النادي الاهلي، هنعمل مائده حوار ونتكلم في هذا الامر، وكل واحد يطرح وجهه نظره. ان شاء الله قريبا جدا هنعمل هذا الامر. خلينا ننتظر ما ستسفر عنه الايام القادمه. ولكن اذا كنت عايز تلعب كوره لازم يبقى معاك فلوس. الانديه، انا بتكلم على الانديه مش اللعيب، أو بلاش معاك فلوس، تعرف تجيب فلوس. هتقول لي ازاي والحالة؟ لا مفيش، نتصرف نشتغل، لازم يكون عندك أفكار. نشتغل على قد الميزانيات اللي موجودة عشان نفكر ازاي ان احنا نطلع منها ما يدر هذا العائد، أو عائد على أي نادي شعبي، خصوصا الأندية الشعبية بالمناسبة، لأنه المشكلة في هذه الأندية. تخيل حضرتك ان انت تسمع ان اسم نادي كبير وعظيم زي النادي الاولمبي مش موجود في الدوري الممتاز، نادي كبير وعظيم ولا في الدرجه في الدوري المحترفين،
ونادي كبير وعظيم زي نادي الترسانة، نادي كبير وعظيم زي المنصورة، نادي كبير وعظيم زي دمياط، نادي كبير وعظيم زي أندية كتيرة جدا. الواحد والله جمهورية شبين، الواحد لما بيقعد يفتكر كده يقول إيه ده، الناس دي أنا كنت بلعب ضدهم، وببقى لما بروح ألعب في جمهورية شبين، ولا لما بروح ألعب في الترسانة، ولا بروح ألعب في الأولمبي، ولا لما بروح ألعب، أنا كنت بلعب في الأولمبي طبعا وبتشرف بهذا الأمر، ولكن الأندية الشعبية دي لما تروح تلعب عندهم بتلاقي الوضع مختلف تماما. فخلينا نفكر في الأيام القادمة إيه اللي ممكن يحصل. وخليني أقول لك إن المفاجأة بقى بعد كل الكلام اللي أنا بقوله ده، دوري المحترفين اللي هم العشرين نادي اللي هيلعبوا دوري المحترفين، كم نادي شعبي منهم؟ 4-5 أندية، هجيبهم بالأسماء. طنطا، أسوان، المحلة، أسوان والمحلة اللي نزلوا، وجمهورية شبين، وفريق كمان أعتقد، مش يعني افتكروا وقولوا لي يا شباب. حتى ده حصل، يعني ده بيحصل في الدوري الممتاز وبيحصل أيضا في دوري المحترفين. زي ما قلت لحضراتكم هنتناقش في هذا الأمر بعد كده، مش النهاردة طبعا ولكن الأيام القادمة. التحكيم، تواصلت أخطاء التحكيم في مباريات امبارح، خصوصا مباراة الزمالك وفاركو. هدف غير صحيح تم احتسابه لفاركو، وهدف غير صحيح تم احتسابه للزمالك. وبرضه خد بال حضرتك، النادي الاهلي لما بيقول بيان او بيطلع بيان، يا ريت تحطه لي لو سمحت، او بيخاطب اتحاد كره القدم على حاجه، اكيد في يعني اكيد هي حاجه غلط. هو الراجل يعني احنا عندنا النادي مش طالعين مثلا يقولوا لا. امبارح بلاش طلع النادي الاهلي بره القصه، امبارح اخطاء ضد نادي الزمالك واخطاء ضد نادي فاركو، هدف هنا وهدف هنا لا يمكن احتسابهم، واخطاء من غرفه حكام الفيديو في الاساس. عشان كده النادي الاهلي امبارح اصدر هذا البيان، ولا اول امبارح، يا جماعه يجب ان يكون هناك تطوير للتحكيم في الموسم اللي جاي. حرام اللي بيحصل، حرام اللي بيحصل. كره القدم المصريه كبيره، محتاجين البيان امام حضرتك اهو، محتاجين حكام على قدر المسؤولية، محتاجين رئيس لجنة الحكام. أنا هستنى وأشوف هيعمل إيه السنة الجاية، السنة دي خلصت بحلوها بمرها، كل سنة نقول هذا الكلام وأقعد أقول إيه فينك يا كلاتنبرج بصراحة يعني. طب أقول لحضراتكم على سر، عرفت أخيرا عدم تركيز، هو ليه الخبير الاجنبي فيتور بيريرا مش مركز في لجنه الحكام؟ سالت، ما انا بقالي فتره بسال، هو الراجل ده يعني مفيش حاجه، مفيش اي كرامات، مفيش حاجه بتظهر على كره القدم او على التحكيم في كره القدم في مصر، وليه المشاكل كتيره بهذا الشكل، وليه كل المشاكل دي بتحيط بلجنه الحكام تحديدا وكل اقسامها حتى التحكيم النسائي. عرفت انا سبب اللخبطه المستمره. اقول لحضرتك معلومه بس من فضلك ما تضحكش، خلاص؟ طيب، بيريرا هذا الخبير الاجنبي من البرتغال اشتكى اتحاد كرة القدم، راح اتحاد كرة القدم واشتكى من يومين ثلاثة كده، وقال لهم أنا جيت أدخل أوضتي في فندق الإقامة لقيتهم بيقولوا لي الاتحاد مديون وهات الفلوس اللي عليكم. أنا ما بهزرش، أنا بقول لحضراتكم معلومة حقيقية. وبالمناسبة أنا زعلان جدا جدا وأنا بقول هذه المعلومة، لأنه هو ده ملخص اللي وصل ليه اتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم المسؤول عن التحكيم، وبالمناسبة الحكام زعلانين جدا لأن هم تلقوا وعود كثيرة من كذا مرة الفترات اللي فاتت بصرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة اللي وصلت ل 28 مليون جنيه، ولم يحدث أن يتم صرف هذه المستحقات. خليني أقول لكم آخر حاجة في الجديد، كان في اجتماع لعدد كبير من الحكام من جميع الأقسام من 3-4 أيام كده في الاتحاد، استقبلهم الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي، واختفى كل أعضاء المجلس، وقال لهم مستحقاتكم هتتصرف يوم الاثنين.
هو النهارده ايه؟ معيش ساعة النهارده. النهارده ايه؟ عدد الساعة 12 ولا لسه؟ الساعة 11 ونص يوم الاثنين الساعة 11 ونص ولم يحدث أي شيء. النهارده قالوا لهم بقى الاثنين اللي هو لا أنا الاثنين الأسبوع اللي جاي. الفلوس ما هتخش لنا النهارده والأسبوع اللي جاي إن شاء الله هنبقى ندي لكم بقية الفلوس. ولم يتم صرف مستحقات الحكام. لأنه خزينة الاتحاد خاوية لا يوجد فيها أي أموال. طيب يعني هل ده كلام يا جماعة مع يعني اتحاد كرة القدم يمشي يوم كويس ونطلع نتكلم ونبارك ونقول لهم وكلهم أصدقائي وأصحابي وأستاذ جمال علام ده واحد من الناس المحترمة جدا بالمناسبة الأستاذ خالد درندلي النائب الرئيس الأستاذ محمد أبو الوفا الحاج عامر حسين اللواء حلمي مشهور محمد بركات كابتن محمد بركات كابتن حازم إمام دكتور إيهاب الكومي أستاذة دينا الرفاعي كلهم دكتورة دينا الرفاعي كلهم أصدقائي وإخواتي ومنهم الأصغر والأكبر يعني وكلهم تقريبا اتعاملت معهم لسنوات طويلة من عمري سواء حازم بركات لواء مشهور الحاج عامر حسين كلهم من وأنا صغير لغاية لما كبرنا مع بعض. أنا متأكد إن الناس دي عندها حاجة تعملها ولكن أنا معرفش هو إيه اللي بيحصل. إمتى سيكون هناك نهاية لهذا الوضع المأساوي؟ إمتى وإزاي؟ حد بس من اتحاد الكرة يطلع يرد عليه يقول لنا يا عم إسلام أنت عمال تهري وتقول أي كلام وخلاص. والله العظيم ثلاثة كل الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده أنا معايا الفواتير يعني مش عايز أقول لحضراتكم حاجات يعني أتمنى إن حد يطلع بس يرد علينا يقول لنا يا جماعة اسلام او بلاش اسلام من فضلكم لا حصل 1 2 3 والخطه بتاعتنا الفتره اللي جايه 1 2 3. خلينا بقى نروح للاهلي واستعداداته لمواجهه الحرس يوم الاربعاء اللي جاي. هذه المواجهه على بينتظرها كل جمهور النادي الاهلي. وبالمناسبه النادي الاهلي امبارح او اول امبارح ده التمرين رابطة الأندية الأول خليني أخد الموضوع لحضراتكم من الأول. رابطة الأندية قالت بالاتفاق مع النادي الأهلي وبعد مباركة مستر كولر على هذا الأمر تم الاتفاق على أن تكون مباراة حرس الحدود اللي هي يوم 19 يوم الأربعاء اللي جاي هي مباراة تسليم الدرع والتتويج بلقب رقم 43 في تاريخ النادي الأهلي أو في تاريخ القلعة الحمراء. النادي الأهلي حسم اللقب رسمياً لكن ستظل الاستعدادات على قدم وساق بالمناسبة لفريق حرس الحدود بقيادة مدرب محترم محمد مكي اللي هو هبط للدرجة الثانية ولكن بعرق فضل يلعب لغاية آخر ثانية على اسم كبير اسم حرس الحدود. كولر مركز جدا في هذه المباراة لم يمنح أي لاعب من لاعبة النادي الأهلي راحة بعد مواجهة المقاولين و بعد تحقيق الفوز في المقاولين بأربعة ومباراة كانت كلها مكاسب وكلمنا عنها وهنتكلم عنها. مواجهة الحدود من اللي أنا شايفه من هذه الاستعدادات إن شاء الله يكون لها مردود جيد ولكن النادي الأهلي طلب من الجهات الأمنية أو من الجهات المسؤولة للمباراة ساعة كاملة لاستاد القاهرة. طيب في ناس بتسال ليه النادي الاهلي طلب ساعه كامله؟ النادي الاهلي طلب ساعه كامله علشان النادي الاهلي ولاعبيه يحتفلوا مع جمهورهم بالدرع رقم 43 بغض النظر عن نتيجه المباراه مباراه حرس الحدود. انا كسبت الدرع 43 بعد سنتين الدرع ده كان بعيد عني لاسباب كثيره كانت موجوده في السنتين اللي فاتوا منها التحكيم بالمناسبه وان احنا عندنا الاخطاء والفرقه يعني ولكن عايزين نحتفل بالدرع عايزين نبقى مبسوطين مع جمهورنا. تخيل حضرتك الجمهور لو مالي الاستاد هتبقى الدنيا عامله ازاي. ربنا يسهل ويتم الموافقة لأن النادي الأهلي يستحق الحقيقة وجمهور الأهلي. خلي بال حضرتك احنا كسبنا 5 بطولات حتى الآن وإن شاء الله البطولات القادمة جاية أو الأيام القادمة جاية بطولات تانية ولكن
جمهور الاهلي هو السبب الرئيسي في اي حاجه وصل لها لعيبه النادي الاهلي. جمهور الاهلي هو الاساس في كل شيء، فمن حقه ان هو يحتفل، من حقه ان هو يتبسط. وكمان بيني وبينكم يعني، هو مارسيل كولر من حقه ان هو يشوف سعة الاستاد كاملة ويشوف ايه اللي ممكن يحصل في هذا الامر، لانه بسم الله ما شاء الله ماشيين اربعات وتلاتات والطرق اللي بيطبقها وبيعمل كده. هو امبارح بالمناسبه كولر في المؤتمر الصحفي في مباراه المقاولين عندما سئل هتعمل ايه في الراحه، قال انا بس مستني امر معين علشان اشوف انا هعرف ادي الراحه ازاي. فخلينا ننتظر ايه اللي هيحصل خلال الايام القادمه، ان شاء الله يكون هناك موافقه على سعه كامله للاستاد في مباراه الحرس. اخر حاجه، اما تيجي تبص وتشوف كده انتمائك للنادي الاهلي وقلعه عريقه زي القلعه الحمراء، يجب ان تشعر بالفخر والاعتزاز كونك بتنتمي لهذا الكيان العملاق المدجج بالبطولات والالقاب. في العالم كله الاهلي هو حامل الرايه واللواء الكروي المصري باعتباره يعني الفريق الوحيد في مصر اللي بيشارك في بطوله كأس العالم للأندية حتى الآن منذ انطلاق هذه البطولة لغاية دلوقتي. تخيلوا دلوقتي حضراتكم من وقت ما أنا كنت بلعب 2002 3 حاجة كده، يعني أنا ما كانش عندي الكرش ده وأنا بلعب، لكن من وقت ما الواحد بيلعب ولحد اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم ما فيش فريق في مصر توج ببطولة أفريقيا إلا النادي الأهلي. كم مرة عد بقى، مفيش فريق شارك في كأس العالم للأندية غير النادي الأهلي. فده على طول يبين لك المكانة المرموقة اللي موجودة في النادي الأهلي. صعب قوي إنك تقارن النادي الأهلي بأي فريق آخر، عشان النادي الأهلي بالنسبة لنا لا يقارن بأي فريق. فعشان كده لما تيجي أو عندما تم التعاقد مع مدير فني يجب أن يكون عنده نفس الرغبة في تحقيق البطولات والأرقام القياسية اللي على طول بتترجم باللي بيحصل دلوقتي. الأهلي وكولر طريق نجاح من الإنجازات والبطولات. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نقرأ أخبارنا، أخبار البيت الكبير. عاد مروان عطية للانتظام في التدريبات بعد وفاة والده. بقاء الدوام لله مروان. وهيرجع او رجع النهارده بالفعل وانتظم في تدريبات الفريق. نادي الداخليه بيطالب او بيطلب تاجيل مباراه الاهلي في كاس مصر لعدم وجود لاعبين. خلينا اقرا لحضراتكم هذا الخبر لانه خبر مهم. ارسل مسؤول نادي الداخليه خطابا الى اتحاد كره القدم المصري طلبا لتاجيل مباراه الفريق امام النادي الاهلي في دور ال 16. والمقرر إقامتها يوم 30. يمكن هو ده الموضوع اللي مستنيه مستر كولر بالمناسبة يعني. قال اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على الفريق الداخلية إن النادي طلب تأجيل مباراة الأهلي لعدم وجود لاعبين في الفريق، حيث لا يوجد سوى 8 لاعبين فقط وباقي اللاعبين ما بين انتهاء عقودهم وإعارة بالإضافة إلى نهاية الدوري. عثمان البدسوقي قال ان النادي ارسل خطاب اخر الى النادي الاهلي يطلب فيه تاجيل المباراه، مشيرا الى ان عدم موافقه اتحاد كره القدم لتاجيل هذه المباراه ستكون مباراه من طرف واحد فقط ولا تليق بربع نهائي كاس مصر، وستكون اشبه بمباراه الاهلي والجونه عندما قرر الاخير مشاركه اللاعبين الصغار وانتهت 13-0 لصالح النادي الاهلي. خلينا ننتظر قرار اتحاد كرة القدم وقرار النادي الأهلي في هذا الأمر. الأهلي يستعيد جهود هاني وعبد المنعم وياسر إبراهيم أمام الحرس زي ما حضراتكم شايفين، ده تمرين الفريق
الأول لكرة القدم. يعني التمارين في مثل هذا التوقيت بتبقى أجواء مبهجة الحقيقة، الكل مبسوط، الكل سعيد، خدت الدوري، خدت بطولة أفريقيا، كسبت غريمك التقليدي، كسبت كل المباريات، بتكسب ثلاثات واربعات، فهتلاقي دايما الضحكة هي المسيطرة على مثل هذا التوقيت. السنة اللي فاتت في مثل هذا التوقيت كانت الأمور صعبة جدا علينا، ولكن يعني بسم الله ما شاء الله علاج السلبيات هو اللي وصلنا لهذا الأمر، ونحن بنشتغل على نفسنا فقط، كل واحد بيشتغل على نفسه، الإعلام إعلام، واللي بيدير الكرة بيدير الكرة، واللعيبة لعيبة، والجهاز الفني جهاز فني، وبالتالي والجمهور جمهور بالمناسبة، وبالتالي كله أو أصبح النادي الأهلي أو كالعادة النادي الأهلي بيفوز بكل البطولات مرة أخرى. زي النهاردة الأهلي بيتوج بالأميرة الإفريقية العشرة على حساب كايزر تشيفز في يوم 17 يوليو سنة 2021، توج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوزه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في النهائي الذي جمعهما على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. يا رب يدوم الأفراح، أو يا رب تدوم الأفراح بهذا الشكل دائما، البطولة العشرة ومن بعدها الحداشر، وربنا كرمنا إن شاء الله تكون الاثناشر، والكل ينتظر ماذا سيحدث خلال الأيام القادمة. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل أولى فقراتنا النجم الكبير كابتن ماهر همام في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك يا كابتن؟ كابتن اسلام، مرحبا حضرتك. ايه وحشنا يا كابتن حبيبي، ربنا يكرمك. إيه؟ يا رب جو نار يا اسلام النهارده، بيقولوا 50 يعني الحراره، اليوم صعب جدا جدا صعب، بس بنعم ربنا علينا ان في تكييف يعني لو ما فيش تكييف صعب جدا انك انت كل سنه وانت طيب، كنا زمان ماشيين في الشوارع بقى عاملين زي المجانين كده. احنا كمان الاماكن المقفوله بتبقى صعبه 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 جدا، ولما تيجي تنام كمان اسلام صعب، لما تيجي تنام كمان طبعا ربنا يعوض الجميع ان شاء الله يا كابتن. يعني كابتن يعني انا بقالي كتير ما شفتش حضرتك، فخليني ابارك لك طبعا بالفوز بالدوري وهذا المستوى والاداء الرائع اللي بيقدمه النادي الاهلي خلال هذه الفتره. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي، احنا بنقول البطوله الخامسه، يعني لو تبص كده اسلام هتلاقي ان الموسم ده اللي هو موسم 22-23 انا بشوف موسم مميز في تاريخ النادي الاهلي، يعني هاي. من 1907 لحد يومنا هذا ما حصلش ان النادي الاهلي حقق بطولات بالكم ده، صحيح، وبالجمال ده وبالاداء ده وبالتكاتف ده وبالحب ده. ده بيرجع هنرجع بقى لتاريخنا الاولاني اللي هو تاريخ النادي الاهلي 1907، هتلاقي ان كل القيادات اللي كانت بتدير النادي الاهلي في خلال هذه المراحل او المرحله دي بالذات وبعديها المراحل الاخرى، كل الناس بصراحه اسلام كانت سبع عصرها، كل الناس صحيح. كانت عندها فكر عالي جدا، فكر ازاي يكبر المؤسسه دي، ازاي يحقق انجاز المؤسسه دي، فالناس كانت بتجتهد بشكل كبير جدا، وده الجمال اللي موجود في مجالس إدارة النادي الأهلي. لو هنتكلم على ضلع ضلع مجالس إدارة النادي الأهلي من 1907 لحد تولية الكابتن محمود الخطيب، تلاقي أسلام كل واحد حط طوبة وحط بذرة وحط بصمة على تاريخ النادي الأهلي لحد ما المؤسسة كبرت بهذا الشكل وبقت من ضمن المؤسسات اللي تقدر تقول يعني من اكبر المؤسسات الموجوده في افريقيا والعالم العربي. صحيح. وبالذات السنه دي طبعا بحيي مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب على الضغوطات اللي عاشوها خلال الفترات السابقه اللي كان فيها اخفاق، ويعني الكلام اللي كان بيتقال بيتشكك في قدراتهم الاداريه والفنيه، لكن طبعا كان عندهم صبر ومصابره، وده بيرجع اسلام يمكن الخبرات اللي هم اكتسبوها بشكل كبير من الناحيه الاداريه ومن الناحيه الفنيه، يعني عارفين ان بيحصل للمؤسسات الكبيره دي بيحصل ضروب حتى على مستوى العالم، لكن قوه هذه المؤسسه بتقدر تتكاتف مره ثانيه وترجع لمكانتها الطبيعيه. فالضلع بتاع مجلس الاداره ده بنحييه من خلال برنامجك، بنقول لهم الصبر والمصابره والتكاتف اللي انتم كنتوا موجودين عليه والرهان اللي انتم رهنتوا عليه خلال الفتره اللي فاتت، بحييكم وفعلا كسبتوا الرهان واثبتوا للناس
ان فعلا من المؤسسات الكبيره دي من غير اداره محترمه صعب جدا ان انت تقدر تمشي للامام وتقدر تحقق طموحاتك. الاضلاع الثانيه بقى طبعا مستر كولر واختيار لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب في توقيت اسلام مهم جدا، كان انك انت تختار الرجل المناسب في المكان المناسب، رجل المرحله. فاحنا يعني كان رؤيه الكابتن محمود الخطيب ان الرجل ده هو رجل المرحله للجيل الحالي الجميل العظيم ده. والحمد لله الراجل بصراحه يعني اثبت جدارته، اثبت ذكائه، اثبت اداؤه وحبه للمهنه واصراره. انا فاكر كان ليه مقوله ان هو جاي يعمل تاريخ ليه لنفسه اولا ثم للمؤسسه اللي هو شغال من خلالها طبعا، ومساعده الجهاز المعاون اللي موجود معاه. اللعيبه مهما اتكلمنا بقى الضلع الثالث اللعيبه اسلام اللي تهاجمت بشكل كبير جدا وتشككت في قدراتها، النهارده بتثبت للعالم كله ان هم لعيبه مميزه وان جيل من افضل الاجيال اللي مرت على تاريخ النادي الاهلي، بيحققوا حاجه جميله جدا، 5 بطولات في 7-8 اشهر، فعلا يعني حاجه بتحسب ليهم، تحسب لادائهم واخلاصهم وحبهم لناديهم وحبهم للمؤسسه اللي هم بينتموا اليها. الضلع الرابع طبعا جماهيرنا العظيمه، جمهور النادي الاهلي اللي بيشاركنا في جميع البطولات من 1907 لحد يومنا هذا، اللي هو يمكن ربنا صم جمهور النادي الاهلي العظيم اللي صنع تاريخنا وتاريخ كل الاجيال دي. بنقول له الف الف مبروك، من حقك انك انت تفرح، ومن حقك انك انت يكون عندك مؤسسه كبيره مشرفاك في كل مكان، وان شاء الله باذن الله للامام خلال طبعا البطولات المتبقيه، البطولتين او الثلاثه اللي قادمتين ان شاء الله. يعني نتمنى طبعا ان ده يبقى او موسم لبدايه جديده كمان تحصل خلال الايام القادمه، لان انت عندك عدد كبير جدا من البطولات ان شاء الله في الايام القادمه. في مثل هذه التوقيتات انا لسه كنت هات لنا التمرين يا سمير، واحنا بنتفرج على التمرين يا كابتن الضحكه هي السيده الامور، ومع ذلك لما في مباراه المقاولين انت كنت خدت الدوري والموضوع انتهى، ولكن نازل كانك ما لعبتش كرة بقالك 10 سنين، يعني موت نفسك. هل ده ممكن يحصل برضو في مباراة حرس الحدود، ولا شايف انه، وهل سيواصل كولر سلسلة تغييراته؟ بص يا اسلام، اللعيبة دي اولا مطمنة جدا ان هي موجودة في البيت الكبير، موجودة في الدفء، موجودة في المؤسسة الكبيرة اللي كلها ثقة وكلها طموح وكلها امال. الابتسامه الجميله اللي المرسومه على شفات ووجه كل لاعب من اللعيبه اللي موجودين ده بياكد لك ان هم مرتاحين نفسيا. وانت عارف اسلام، انا وانت كنا لعيبه قبل كده، لما تبقى مرتاح نفسيا بتبدع وبتطلع حاجات صحيح يعني محدش ممكن يتخيلها صحيح، وتحس بالاخوه. الجهاز الفني يعني اخوات اللعيبه دي اخوات كبار صحيح، عارفين مصلحتهم وخايفين عليهم وعارفين المشوار اللي هم رايحينه بيكملوا بيهم بشكل كبير. التفاهم الجميل اللي بين اللعيبه وبين الجهاز الفني الطبي والاداري. عايز اقول لك كمان يا اسلام، في حاجات الناس ما تعرفهاش ان راجل مخطط الاحمال والاعداد الفني والبدني ده راجل يمكن شغال من غير ما حد يعرف عنه حاجه. ده كمان يمكن بيساعد الجهاز بشكل كبير جدا مع مستر كولر ومساعدينه سامي والراجل المدرب العام وكابتن سيد طبعا. في كتيبه ورا الجهاز ده كمان يمكن ما حدش يعلم بيها حاجه، الدكتور المتخصص التغذيه، الجانب الاداري، لا كتيبه كبيره جدا كابتن اسلام كلها شغاله. يعني عايز اقول لك ايه، بيخرجوا من بيتهم يقول لك احنا رايحين نشتغل كره قدم صحيح، احنا رايحين نتمتع كره قدم. وده اللي بيعكس بقى يعني النهارده ومستر كولر واقف، الكبير بتاعنا والكبير بتاعهم واقف وسطهم، الابتسامه طبعا على وجهه والطمانينه اللي هو عايش من خلالها. عايز اقول لك اسلام، يعني الراجل سعيد جدا جدا ان هو موجود في مؤسسه النادي الاهلي صحيح، من خلال الشغل ومن خلال الاحترافيه ومن خلال الاداء ومن خلال تعامله مع اللعيبه والحاجات الجميله اللي بيشوفها، اذا كان في التكتيك او في اللياقه البدنيه او في المهاره او في احراز الاهداف او في البطولات اللي هم بيحققوها. فيعني عايز اقول لك ان يعني هنيئا بهؤلاء اللعيبه بجهازهم وبمؤسساتهم
ومجلس ادارتهم. وعايز اقول لك كمان اسلام ان الراجل ما زال عند استراتيجيته اللي هو موضوع التدوير بالنسبه له مستمر عليه. وهو كمان يمكن في فتره اعطاء اللعيبه راحه كمان عايزين نشكر صاحب قرار السنه اللي فاتت ان اللعيبه الدوليين والمحترفين ياخدوا راحه. انا فاكر اسلام انت كنت واحد من الناس كنت بتنادي بهذا وبتساند هذا القرار بشكل كبير. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني بما اننا بنتكلم في هذا الامر برضو لانه الراحه مهمه جدا بالزبط. جدا. وانا لسه يعني انا كنت بصراحه عايز اجل الكلام في هذا الامر لبكره، ولكن الداخليه نادي الداخليه طلبه من النادي الاهلي تاجيل ومن اتحاد كره القدم تاجيل مباراه يوم 30. وجهه نظري اذا تم تاجيل هذه المباراه او لم يتم تاجيل هذه المباراه، وجهه نظري انا الشخصيه انه على الاقل في 10 لاعبين في النادي الاهلي لازم والله، هذه ليست معلومه ولا اتجاه لحاجه ولا النادي ولا له علاقه ولا ليه، انا بتكلم على حاجه شخصيه من جوايا انا شايفها بعد القرار التاريخي اللي اتعمل اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه السنه اللي فاتت. بالظبط. على الاقل 10 لاعبين وجهه نظري يتم اتخاذ قرار بكره بعده بالكثير ان هم ياخدوا راحه 10 ايام وبعد كده نبقى نشوف. موضوع تاجيل مباراه الداخليه قد يكون في صالح الامر. وجهه نظري انا ما اعرفش يعني والله برضو مره ثانيه أدلة مش مقدمة الحاجة ولا أي حاجة من هذا القبيل، ولكن دي وجهة نظر أنا بطرحها من خلال البيت الكبير. وأنا معاك يا إسلام، وإحنا جربنا التجربة وشفناها، وسبب النجاحات اللي إحنا موجودين عليها حاليا التجربة دي بتاعت إعطاء راحة للثمان لعيبة الدوليين والثلاثة المحترفين. والراحة يا إسلام هي اللي عملت نوع من الانتعاشة لهؤلاء اللاعبين، رجعتهم مرة تاني يعني خليتهم بقى عندهم يعني عندهم نفس انهم يرجعوا الملعب بشكل عندهم الراحه دي هتفرق. بس هو دلوقتي حتى يعني محمود بيقول لي يعني زميلنا رئيس تحرير محمود سعيد بيقول لي ان هو لا في ماتش المصري لو ربنا كرم وكسبنا، لو الداخليه اتلعب في ماتش المصري بعديها بثلاث ايام، ولو بعد كده كمان في السوبر الافريقي لم يتم تحديد موعده، ما هو ده برضه الله يكون في عونه المدرب. بالظبط. يعني بصراحه الله يكون لازم يدي اللعيبه راحه، وفي نفس الوقت هو مثلا لو الماتش السوبر الافريقي ده كابتن يوم 25/8 او 28/9 يعني في اخر خمس ست ايام في 8 ممكن ادي 10 ايام راحه ولا اسبوعين راحه كمان. بالظبط. وبعدين اللعيبه ترجع تتمرن والداخليه ما يتلعبش وترجع تتمرن. ما دي من ضمن الحاجات اللي بتضايق الراجل ان مفيش حاجه هو نفسه قال هذا الكلام، مفيش حاجه للمستقبل باينه واضحه عشان هو كمان يقدر يعمل ترتيبات. انت عارف برضك الاجانب دول يا اسلام يعني عندهم التخطيط وعندهم العلم رقم واحد بالنسبه لهم. صحيح. فهو ما بيشتغلش بالقطعه، هو بيشتغل يعني لقدام قصيره المدى متوسطه المدى طويله المدى عشان يبقوا عارف. انا نفسي في ايه يا كابتن؟ يعني انا فكرت في الموضوع وحضرتك بتتكلم، انا نفسي اللعيبه دي تاخد اجازه. بالظبط. والله مهم جدا يعني على اللي انا شايفه 75 مباراه قد تصل ل 100 مباراه السنه الجايه لو وصلنا للنهائيات في كل في كل البطولات، وهذا هو المتوقع ان شاء الله. يعني انت ممكن توصل اللعيب اللي هيلعب مع منتخب مصر بشكل اساسي ومع النادي الاهلي بشكل اساسي ممكن يوصل ل 100 ماتش. 100 مباراه في الموسم. 100 مباراه في الموسم. الله. فبيني وبينك دي هيعملها ازاي دي؟ صعب. يعني صح. ازاي هتتعب؟ صعب. يعني طبعا الله يكون في عون الراجل، لكن التجربه احنا جربناها وحيينا طبعا صاحب القرار في التجربه يمكن كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته ان هم كمان يمكن صحيح خدوا التجربه وبعدين نقلوها للجهاز الفني. صحيح. والحمد لله يعني التجربه نجحت بشكل كبير جدا. فنتمنى مستر كولر خلال الفتره زي ما تشرفت كده اسلام وقلت ان هو راجل بيدور بقى، يعني هو راجل كمان بيعمل اللي عليه، يعني بيحاول يريح خصوصا اللعيبه اللي يعني استمرت بصفه اساسيه بقى لها 3 سنين ومعظمهم اللعيبه الدوليين واللعيبه المحترفين كمان. فطبعا يهم الراجل ان هو يريحهم بشكل كبير خلال المباراتين او الثلاثه اللي جايين عشان اللي جاي كمان نقدر نجني الثمار اللي جاي، خصوصا لما اللعيبه بتاخد فتره الراحه بتاعتها وترجع لحاله الاستشفاء الطبيعيه بنلاقي بقى قيمه اللعيبه من الناحيه الفنيه، من الناحيه البدنيه، من الناحيه التكتيكيه، عكس بقى المواسم اللي كانت قبل كده اللي احنا يعني ربنا لا يرجعها مره تانية. الموسمين اللي فاتوا كابتن اسلام كانت الاصابات وكانت الاجهاد
وباين قوي ان اللعيبه زهقانه واللعيبه يعني مش حابه ان هي تلعب، مش حابه انها تبقى موجوده، عكس طبعا الفتره دي اللعيبه كلها حابه انها تبقى موجوده، والمنافسه شريفه بين كل اللعيبه ال 26 لعيب كلهم جاهزين ان هم يأدوا بشكل جيد. طيب هل كولر مثلا ممكن يفكر في منح واحد من الكبار والعظام خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي؟ محمد الشناوي راحة خلال الفترة القادمة؟ أنا أتمنى، لأن الشناوي عانى برضك في الفترات اللي فاتت دي كابتن إسلام بالأمامية والضمة والخلفية، فبرضك يهم كمان الشناوي ان هو فعلا يلاقي وقت راحه، ذهني وعصبيه طبعاً وذهنيا وفنيا طبعاً وكل شيء. بصراحه لود كل مباراه وكل بطوله لود على الكبار بالذات، ويمكن الشناوي بالذات، يعني الشناوي كابتن الفرقه، فكمان يعني الشغل الضغط النفسي اللي موجود داخل الملعب قده كمان كابتن اسلام خارج الملعب، لان هو كابتن الفرقه، يعني هو عايش مع اللعيبه في الاجواء الحلوه، عايش مع اللعيبه في الاجواء الصعبه، كل ده من فكره وكل ده من عضلاته ومن تفكيره. فاتمنى ان الشناوي ان شاء الله يكون اول لاعب يقدر يحصل على راحه الخمس ايام القادمه، وكمان يمكن علي معلول. احنا شفنا علي معلول بصراحه اسلام، يعني الراجل كتر خير، ومن تونس ومنتخب تونس وبعدين النادي الاهلي، بطولات محليه افريقيه رايح جاي، يعني الراجل الله يكون في عونه. طبعا بحييه من خلال برنامج حضرتك البيت الكبير، لان علي معلول بصراحه يعني من المحترفين اللي يعني سابوا علامه جميله، علامه ايجابيه والوقت هو يعني والصحة لجماهير النادي الاهلي وللعيبه والاداء، ونتمنى له ان شاء الله باذن الله لو يتواصل معنا خلال الثلاث سنين الاربع سنين الجايين باذن الله. طيب. وهو قادر باذن الله علي معلول انه يقدم بهذا الشكل يعني. وبما اننا بنتكلم عن كابتن الفريق كابتن محمد الشناوي، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. الحقيقه محمد الشناوي نجم كبير ويستحق، احنا خلال الفتره القادمه الحقيقه بالكامل يوميا هنعمل لحضراتكم تقرير عن واحد من نجوم النادي الاهلي الحقيقه اللي يستحقه، لان هذا الفريق او مجموعه اللاعبين اللي موجودين كلهم يستحقوا كل تحيه وكل تقدير. زي ما كابتن ماهر قال، ده تقرير جميل جدا جدا يا اسلام، زي ما ذكرت حضرتك وقلت ان شاء الله الحلقات اللي جايه هتبداوا تسلطوا الضوء على النجوم كلهم. بصراحه حاجه جميله، احنا يعني خايفين ننسى حد صراحة، من حراسة المرمى لحد المهاجم قدام 26 لعيب على أعلى مستوى بصراحة، وشرفونا وحاجة جميلة جدا جدا، ولعيبة رجالة ولعيبة فعلا عند حسن ظن الجماهير، ولعيبة يعني يعني فعلا اسلام فلان تعرفه ما تعرفوش في المواقف بقى الصعبه فعلا بانت لعيبه النادي الاهلي، فبنحييهم بصراحه ونتمنى لهم ان شاء الله باذن الله ان مش البطولات اللي جايه كمان، لان ده هيبقى تاريخ غير مسبوق، ما حدش هيعمله غيرهم. صحيح حقيقي، يعني التاريخ هيذكر في تاريخ النادي الاهلي ان اللعيبه دي حققت 8 بطولات، وده حاجه يعني انجاز واعجاز هيحصل لهذا الجيل العظيم. يعني ارجع تاني لمباراه حرس الحدود، لغايه لما كولر يقرر هل يمكن ان هو يدي راحه، اعتقد هيبقى ليها حسابات كتيره بعد الماتش الداخليه والمصري ان شاء الله، لو كسبت الداخليه تتلعب المصري، لو بعد كده السوبر الافريقي يتم تحديد الميعاد، فليها حسابات كتيره جدا لغايه لما يتم تحديد الموضوع. الافضل ان هو يعمل التدوير اللي هو بيعمله بالتناوب، هل في مباراه الحرس تحديدا بقى يوم الاربعاء، يعني هو في المباراه السابقه في 8 او 9 لاعبين كانوا بيلعبوا في مباراة المقاولين وما لعبوش، او انا اسف في مباراة الزمالك وما لعبوش في مباراة المقاولين، الماتش الجاي هنلاقي كده برضو. هو الراجل يعني اول ما يمكن احنا كنا بنتكلم من اول ما تولى المهمة على موضوع التدوير وبعدين قلنا عايزين بقى ثبات يا مستر كولر شوية عشان يبان بقى شغلك ويبان الجمل التكتيكية ويبان اداء اللعيبة، كل اللعيبة المهارية اللي موجوده يبان بقى شغلك. فالراجل سبحان الله يعني زي ما تقول استمع لنا كابتن اسلام، وبدا فعلا في اخر الماتشات الست سبعة اللي فاتوا بدا التثبيت يبقى واضح جدا، ويمكن احنا ذكرنا مع حضرتك كده اسلام في كم حلقه قلنا من بدايه القط الكاميروني يعني كان بدا يبقى التثبيت وبدات النتائج تتحسن بشكل كبير، بقى عندنا سكور عالي في كل مباراه،
والراجل بعد كده بدا يرجع تاني للتدوير نتيجه ان هو فعلا عنده اجهاد. يعني الراجل عايش ومتعايش كل اللحظات مع الفريق اسلام، وكل بطوله في حد ذاتها، كل اجواء بيشتغل عليها، كل اجواء او كل بطوله بيحضر لها من ناحيه الاستراتيجيه، من ناحيه طريقه اللعب، من ناحيه الخطه، من ناحيه التشكيله. يعني الراجل ما شاء الله بيذاكر بشكل جيد، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني مديله الاولويه ومديله البطولات الجميله اللي هو بيحققها. فانا شايف ان هو هيفضل على هذا النهج، ان هو هيدور اللعيبه، لان هو شايف ان يعني يعني النجوم بصراحه يعني وصلوا لمرحله يعني زي ما انت بتقول داخلين في 100 مباراه، فده هيبقى لود كبير جدا على اللعيبه الدوليين بالذات والمحترفين معاهم. فانا شايف ان الراجل هيبدا يدور ويبدا يشارك اللعيبه اللي هو كمان في الاول والاخر عايز يشوفهم وعايز يقول، يعني يرجع زي اول السنه تاني بالظبط، يرجع في تقريره حتى كمان السبب بما يرضي الله. يعني يعني دي الشفافيه والعداله اللي الراجل بيوزعها من خلال شغله على اللعيبه، ان هل فلان الفلان ده يقدر يكمل معايا، وهل فلان الفلان ده ممكن اقدر اعيره، وهل اللعيب ده ممكن اقدر استغنى عنه. كل الكلام ده الراجل هيحطه في تقرير ويعرضه على مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب بما يرضي الله، بعدد ساعات اللعب، بالماتشات، بالاداء، من الناحيه الفنيه، البدنيه، التكتيكيه، المهاريه، عشان في الاول والاخر نقدر نقول لا اللعيبه دي تقدر تكمل وده يقدر يكمل، لا ده ممكن يبقى عار، ممكن ده نقدر نستغنى عنه، ويبقى في تقرير فني من خلال الراجل بيرفع لمجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط، بيقيم فيه بقى كل حاجه من خلال شغله ومن خلال ادائه هذا الموسم. فانا شايف ان الراجل موضوع التدوير هيرجع ليه تاني، هيرجع ليه تاني، وهيكمل بيه خلال الثلاث اربع مباريات اللي جايين. ماتش المقاولين شفته ازاي يا كابتن، في ظل ان عدد كبير من اللاعبين اللي ما بيلعبوش المباراه اللي قبلها بيلعبوا في مباراه المقاولين اللي احنا كسبنا 4؟ هو ده حلاوه التدوير، ان هو كل لعيب دلوقتي عايز ياخد فرصه، عايز يقول للراجل ان انا موجود اهو، عايز ادي والفت نظر الراجل ان انا استحق، انا ممكن اكون رقم واحد، لا ما ينفعش اقعد على الدكه، لا انا لعيب. وده وضح في المباراه ان احنا عوده طاهر مره تانية للتهديف والثقه. صح، ده نتاج ان الراجل يعني بيدي الناس زي ما قلنا الشفافيه والعداله في التوزيع في اداء. طبعا الباص اللي اتعمل من كوكا لديانج دي جمله احنا متعودين عليها اسلام من بدايه شغلنا مع كولر، اللي هي الحاجه من تحت لفوق، الحاجه اللي بتتعمل في ظهر المدافعين، التحرك اللي بيبقى فيه كونتاك بينه وبين اللاعب نص الملعب والمهاجم. وبعدين كمان يا اسلام خد بالك ده ديانج ده راجل هاف ديفندر، اللي جابه هنا اللي وداه جوه ال 18 عشان يسجل هدف بهذا الشكل. عوده شريف والثقه في التهديف مره ثانيه، وجود شريف في الاماكن اللي فيها بيجي احراز الاهداف اللي بين السكس ياردة وبين ضربه الجزاء، هروبه من المدافعين، الحس التهديفي لشريف، الكره الثابته الكورنر اللي بتعمل كمان مؤثر بشكل كبير جدا على راس مثلا لعيب النادي الاهلي او على رجليه او على صدره. فدي كلها حاجات جمل بيشتغلوا عليها من خلال تدريباتهم. الباص البيني قفشه اتكررت كام مره يا اسلام الجمله دي؟ اتكررت كتير جدا جدا، قفشه برؤيته وشايف والتحرك بتاع طاهر ازاي بيسرق فيه المدافعين. الباص اللي من الخلف الامام الطولي ده من الـ وبعدين كهربا بخبرته ازاي يحط جسمه ويأكل المدافع زي ما بيقولوا بلغه الكوره، اتنين مدافعين بيخشوا في تهور كبير جدا ومحاوله منع كهربا في تسجيل هدف. في كل دي جمل تكتيكيه بيشتغلوا عليها مع مستر كولر وبينفذوها. صحيح، وبينفذوها في توقيت مهم جدا جدا يا اسلام. عشان بس نقول للناس ان فعلا التلت الهجومي للنادي الاهلي بدا يعني تبان فعاليته بشكل كبير جدا مع مستر كولر،
وكانت يمكن الناس بتشتكي ان احنا ضياع الاهداف وان احنا عندنا عقم هجومي. لا بقى النهارده عندنا كهربا وعندنا شريف وعندنا بتستا وعندنا صراحه يعني حتى ديانج اللي جاي من تحت لفوق صح. كمان بيحرز اهداف في مباراه المولين. بما اننا بنتكلم عن الاهداف مش هنقدر ننسى ان احنا نقول لكم ان احنا معانا برضو تقرير عن محمد شريف واحد من النجوم الكبار اللي له دور كبير مع النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن محمد شريف. وعايز اتكلم عن لقطه ما نرجع بالتقرير تخص كهربا هوريها لحضراتكم ولكن بعد ما نشوف هذا التقرير. محمد شريف الحقيقه واحد من النجوم الكبار في النادي الاهلي وله دور كبير جدا جدا مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره. كابتن ماهر برضو اللقطه اللي عايز اوريها لحضرتك لانها لقطه مهمه جدا بالنسبه لي بتبين قد ايه ان النادي الاهلي بيفرق مع اي حد. وهفهم حضراتكم ليه. كهربا هنا مسك الكوره عايز يجيب جول زيه زي اي حد زي اي مهاجم. وهو عمل ضربه جزاء خلاص وهو اللي عمل ضربه جزاء مسك الكوره اول حاجه لا ارجع لي سنه ارجع لي سنه ارجع لي سنه سمير ارجع لي سنه من اولها معلش. هنا اول ما وقع كهربا بص فين بس بره على الجهاز ومسك الكوره على اساس ايه استعطفهم سيبوني اشوف انا عارف انا ف هو انا قال لي حد هتشوط قال له انا باصص تاني بره خلاص اهو ماشي اعمل ايه بعد اذنكم اعمل ايه. هنا بيرسي تاو بيهزر مع كهربا اما عامل منه الكره واخدها منه اهو فقال له ايه ده انت بتعمل ايه قال له انا بهزر يا عم ما معناه يعني ده اللي انا عرفته خلاص قال له لا ده هم هناك اللي هيقولوا مش انا. قام جاي واخد منه الكره تاني ومشي وراح عمل ايه؟ دور على حد احنا لغايه دلوقتي مش عارفين مين مش عارفين مين واداها لمين؟ اداها لطاهر محمد طاهر اللي هو طلب او هو رقم واحد في ان هو يشوط ركله الجزاء اهو وقام مسلم على بيرسي تاو او على كوكا وخلاص. ما دي من ضمن النجاحات ده الفرق يا كابتن من ما بين النادي الاهلي او كهربا ما قبل النادي الاهلي بالظبط وكهربا ما بعد أثناء النادي الاهلي او في اثناء النادي الاهلي فعلا حقيقه اسلام يعني انا متخيل ان لو كهربا ده في حته ثانيه او في مكان ثاني والله هنا برضو انا لا اقصد شيء عشان ما حدش يودينا للزمالك يعني انا لا اقصد شيء ولكن انا بتكلم هنا عن قيمه النادي الاهلي قيمه النظام في النادي الاهلي قيمه المبادئ في النادي الاهلي قيمه الاخلاق في النادي الاهلي والمساعده والمسانده والحب كمان في يعني كل العوامل اللي انت اتكلمت عليها يا اسلام والحب بقى والاخلاص وحته ان انا يعني بنسى ذاتي صحيح وبحاول يعني احنا شفنا مثلا في تسليم الكاس قبل كده عماد متعب وحسام غالي حسام غالي شال الكاس وبعدين عماد متعب هو اقدم منه وراح مديله الكاس يعني صح. دي الحاجات اللي احنا تربينا عليها اولادنا فعلا بيظهروها بشكل كبير. فالنهارده كهربا اتغير اسلام يعني 180 درجه بصراحه للاحسن. هو كهربا ما اتغيرش يا كابتن وجهه نظري ان كهربا دخل بقى في المؤسسه بقى النظام دخل السيستم بتاع النادي الاهلي وجهه نظري هو لو كهربا راح بايرن ميونخ ما هو لازم المفروض يعني ان احنا نخش فهو هنا كهربا دخل السيستم بتاع النادي الاهلي هو عارف ان هو لو غلط خلاص عايز شوت بالظبط بس مش انت رقم واحد فهتعاقب طبعا وبالتالي طبعاً. واحتراما برضو للمدير الفني هو الراجل عمل ايه بص الاول انت عارف حضرتك احسن مني الكلام يعني هو استعطف الناس يعني العب انا اخد الكره كده واستعطف ممكن هم كمان يغيروا رايهم لكن صعب جدا انك انت تغير رايك لكن طبعًا. زي ما انت قلت في نظام وفي سيستم وفي وضع وفي رقم واحد ضربه جزاء في رقم اثنين لو مش موفق في رقم ثلاثه لو مش موفق وبعدين لعبوا محترفين وكبار اسلام عارفين ادوارهم بشكل كبير جدا وعارفين ايه اللي ليهم واللي عليهم فطبعا انا بحييهم من خلال برنامجك وكمان بحييك انت وفريق العمل ان النهارده يعني اولا محمد شريف لما بيتفرج على الحاجات دي او كهربا بيتفرجوا على الحاجات دي بينبسطوا جدا يا كابتن اسلام طبعا الناس كلها بترفع من روحهم المعنويه وبيحسوا ان في هم يستحقوا يا كابتن بصراحه في يعني ناس في ظهرهم وناس بتحافظ عليهم وناس بتعرض بضاعتهم بشكل كبير جدا وادائهم بشكل مميز ويعني طبعا مباراه المقاولين كان اربع اهداف ملعوبه وزي ما ذكرنا ان الاهداف ديت نتيجه ان الناس دي شغاله على جمل تكتيكيه بيشتغل الراجل بيشتغل معاهم بيحفظهم بشكل كبير وهم بينفذوا له
اللي هو عايزه. فده التقرير الثاني لمحمد شريف، بنقول لمحمد شريف انت لعيب كبير ولعيب مؤثر، ويعني انت وحشتنا بلغه الكره، وحشتنا، محتاجينك يا شريف الفتره اللي جايه. 11 جول احنا عايزينه يعدي بالظبط، عايزينك هداف، وانت كنت هداف قبل كده، وقادر انك انت تكون هداف. ويعني الثقه المتبادله اللي بين مستر كولر وبينك وبين اللعيبه وبين جماهير النادي الاهلي، عندنا ثقه كبيره جدا فيك يا شريف. فان شاء الله باذن الله يعني المباراه اللي جايه دي انا حاسس ان شريف هيبقى شريف اللي احنا تعودنا عليه. الثقه رجعت وباين قوي في تحركاته، باين قوي في ادائه، في يعني شغله مع زمايله، مساعدتهم ليه، وهو كمان بيحاول كمان من خلال التقرير ان هو يبقى موجود في الاماكن اللي يقدر من خلالها يبقى في حس تهديفي، يقدر يجيب من خلالها اهداف. فتمنياتنا لشريف ان شاء الله باذن الله بتوفيق المباراة القادمه. طيب بشكل عام رايك في التحكيم؟ احنا كان عندنا كوارث قبل كده اسلام، السنه عندنا؟ اللي فاتت كوارث صراحه، السنتين اللي فاتت بصراحه يعني عانينا بشكل كبير جدا. ومن ضمن الحاجات يعني احنا مش عايزين نحط الشماعه، لان احنا النادي اكبر من كده، لكن من ضمن الحاجات اللي اثرت علينا بشكل بصراحه كبير بشكل كمان. كبير جدا التحكيم الموسم اللي فات، يعني السنه دي مش اللي احنا كسبناه ده اللي قبله، اللي قبله كمان. وخلي بالك انا ان شاء الله قريبا جدا هنعمل الاخطاء اللي اتعملت السنه دي، هتشوفوا عدد كبير وكم كبير من الاخطاء اللي حصلت ضد النادي الاهلي. يعني حاجات غريبة، يعني احنا كمان في ماتش القمة القطبي الاهلي والزمالك، يعني كرة حسين الشحات دي كانت واضحة اسلام وضوح يعني، وبعدين قلنا هو ما شافهاش فيبقى الفار اللي جابها بكذا طريقة. فالحاجات دي ما ينفعش انها تعدي يعني. اولا بتقلل من مجهودهم اللي هم بيعملوه، بتقلل من قيمته التحكيمية، يعني بتقلل من الثقة بشكل كبير. فأتمنى أن حكامنا الأخطاء دي تقل بشكل كبير، ويعني زي ما تدي الأبيض تدي الأحمر، زي ما تدي الأحمر تدي الأبيض، ضد الأخضر ضد الأزرق، يعني تبقى فير وتبقى زي لعيب الكورة كده، عايز تطلع بالمباراة اللي بره الأمان نسقف لك في الآخر ونقول عليك أنك أنت حكم يعني أدرت المباراة باتقان وكان فيها امانه وفيها ثقه من خلال ادائك. وكمان حتى للعالميه احنا حكامنا برضك لازم يبقى عندهم دوافع زي لعيبه الكوره كده، عايز يلعب منتخب وعايز يحترف في الخارج وعايز يروح اوروبا وهكذا. نفس الكلام بالنسبه للحكام، لازم يبقى عنده دوافع يبقى رقم واحد في مصر، لازم يبقى احسن لعيب حكم في العالم العربي، في افريقيا، يمثلنا في كاس الامم الافريقيه، يمثلنا في كاس العالم، يعني كل دي المفروض يبقى في دوافع للحكام لازم يحطها كده قدامه ويشتغل عليها بشكل كبير. الدوري حسم بفوز النادي الاهلي وبهبوط ثلاث فرق المحله اسوان حرس الحدود. رايك في مستوى الدوري الفني بشكل عام؟ يعني الدوري بدا في الدور الاولاني يا اسلام، منهم الفرقتين اللي نزلوا اسوان ومحله، طبعا ناديين شعبيتين واحنا ليهم يعني معزه خاصه عندنا بصراحه، بنحب اسوان وبنحب المحله، لكن هم فاجئونا يعني. الدور الاولاني كانوا ماشيين بشكل ايجابي بشكل كبير، ويمكن حققوا نتائج، منها اسوان كسب نادي الزمالك يعني. فقلنا لا اسوان صعب جدا السنه دي، وكان في مكانه في الدور الاولاني افتكر يمكن السادس او السابع في جدول المسابقه. انا بقول يا اسلام يمكن النواحي، انا اشتغلت في اسوان اصلي، النواحي الماديه هناك صعبه يعني بصراحه. يعني الميزانيه اللي انت بتحطيتها للفرقه ديت بتوصل لمرحله بتخلص من مكافات فوز ومعسكرات و مفيش، فبيبقى عيني اللي بعد كده الدنيا صعبه، بيعانوا بشكل كبير جدا اسوان بالذات. انا عشت مع اسوان سنه في التصعيد للدوري الممتاز، عانيت بشكل كبير جدا جدا معاهم. فطبعا انا عارف ان دي مشكله بيقابلها كل مدرب بيروح اسوان. الميزانيه اللي موجوده صعب جدا في الدوري الممتاز، في السفر والخروج والطيران والمكافآت و انك انت الميزانيه اللي انت واضعها تقدر تكمل معاك المشوار. طيب فمشكله كبيره يعني. اخيرا يا كابتن ماهر، دوري المحترفين هل حضرتك مع تطبيقه ام ضد تطبيق دوري المحترفين اللي هو دوري الدرجه الثانيه، يعني اللي هو ال 20 فريق اللي هيبقوا في دوري المحترفين اللي هو يعتبر دوري الدرجه الثانيه، بقيه الفرق تنزل للدرجه الثالثه؟
حضرتك مع هذا الدوري ولا لا؟ دي مشكلتنا الاداريه اللي احنا بنعاني منها بقالنا سنين يا اسلام. بقالنا انا فاكر زي ما كنت مره معاك قلت لك كابتن شاذلي كان بيتكلم سنه 60 على المعاناه الاداريه بالنسبه لمنتخب مصر. نفس الكلام نفس هو الكلام. طب وبعدين عايز تعمل دوري محترفين؟ طب ما تقول بقى قبلها 3 4 سنين بس عشان الناس تبقى يعني بصراحه قايلين بقى لهم سنتين قايلين. طب خلاص لو هم قايلين من سنتين يبقى العب على الانديه. بقى لهم سنتين يعني دي السنه الثالثه اللي جايه. يعني هو امبارح اتعمل اجتماع عشان يتم الدعوه لجماعه عموميه غير 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 عاديه في يوم 1 اغسطس. اتعمل اجتماع بحضور 67 نادي. اتحاد الكره النهارده في اجتماعه برضو قال ان هو لن يتراجع عن هذا الامر وسيتم تطبيق نظام دوري المحترفين. هنوصل لايه ما اعرفش. يعني هم لو من سنتين يا اسلام يبقى كنت لازم تعمل حسابك بقى. والسنه الثالثه يطبق. يقول لك حاضر هنأجل السنه دي. يبقى ده قرار. يبقى ده قرار يحسم لاتحاد الكوره. محتاجين احنا بقى القرارات المصيريه اللي بهذا الشكل يعني خلال الفتره اللي جايه. فطبعا انا عارف ان في ناديين ليهم جماهيريه وشعبيه زي المنصوره والترسانه طبعا على الراس طبعا اللي هم المحتاجين على هذا القرار. طبعا لكن يعني علامة استفهام على الأندية الشعبية. فين الأولمبي فين؟ وفين المنصورة فين؟ وفين الترسانة فين؟ وفين دمياط فين؟ وجمهور الشبين فين؟ ودمنهور فين؟ لا يعني والمحلة وكفر الدوار وأسوان أهي أسوان. فيعني النهارده إسلام هيبقى يمكن افتكر الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد خمس فرق الشعبيه اللي موجوده في الدوري الممتاز. صحيح سبحان الله. فيعني كمان ربنا يستر على قطب من الاقطاب ديت السنه الجايه يعني ما يهربش مننا وتبقى العمليه صعبه. صعبه جدا جدا. فيعني نتمنى ان شاء الله باذن الله يبقى القرارات بالنسبه لاتحاد الكوره قرار حاسم وخلاص بقى الانديه تبدا توضب نفسها. اللي جاي لان ده عايز حلقات او حلقات اسلام نتكلم فيه يعني. انا باخد كده طراطيف كلام يعني يمكن لغايه لما نشوف قبل 1/8 هل سيتم تطبيق اللي انا عارفه ان اتحاد كره القدم مصر على تطبيق دوري المحترفين. الانديه من حقها ان هي تحتاج وانا انتظر راي الاتحاد وماذا سيحدث بشكل رسمي خلال الايام القادمه. انا بشكرك جدا يا كابتن ماهر. شكرا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يعني دايما بنسعد. ربنا يكرمك يا رب. ما تغيبش عننا كده. لا ان شاء الله باذن الله حبيبي معاك باذن الله. شكرا جزيلا يا كابتن مصر على وجودك معانا. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنكمل كلامنا مع حضراتكم. هيكون معايا الاساتذه الاستاذ محمد جمال والاستاذ عبد الحكيم ابو علم في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا عبد؟ ازيك كابتن؟ مبروك 5 بطولات في الكوره. بس كوره بس في الكوره بس. طب والتاني خلوهم 27 خمسه. لا احنا 5 و18 يبقوا 23 23 من قد ايه؟ من 27 من 27 احنا خسرين الاربعه بس في وعندنا 4 انتصارات ديربي يبقوا 27 ده كده 27. ازيك يا جيمي؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك يا حبيبي؟ عشني جدا كله زي بقالك فتره فينك مختفي؟ لا موجود والله. مش موجود فين بس مختفي والله بقالك فتره. بنحاول كده نعمل اي حاجه. الدنيا عامله ايه؟ كله زي الفل يا كابتن الحمد لله. خليني ابدا معاك يا عبد الحكيم واعرف رايك في توقيت اصدار النادي الاهلي لبيانه فيما يخص التحكيم. انا شايف ان هو يعني لازم ان انت تشتغل على جزئيه الاهلي بيانه بيقول لك تطوير يعني هو طبعا التحكيم فيه طفرة كويسة بس مش المأمولة يعني مش هي المأمولة في اللي انت بتنتظرها. معلش ايه طفرة كويسة؟ لا في طفرة كويسة اللي هي فين؟ لما تقارنها بالسنتين اللي عدوا يا كابتن باللي كان بيحصل. تمام انت كنت الجون اخر ماتش السنة اللي عدت افتكر المنظر الجون بتاع بيرستاو يعني كان كارثة يعني لما تقارنه بالسنتين اللي عدوا وتشوف كم الأخطاء والنقط اللي فقدها الأهلي والنقط اللي راحت لأندية تانية مقارنة باللي بيحصل السنة دي لا الفوارق كبيرة جدا يا كابتن جدا فوق ما تتخيل ممكن تكون مش اللي احنا مستنينا. متفق معاك. انا ممكن اتفق معاك في هذا الكلام ايام كلاتنبرج احنا كنا في منطقه تانية وجهه نظري يعني. لا انا شايف ان السنه دي انا اصلا تملي مشكلتي ان انا بقارن بالسنتين اللي عدوا انا ده المقياس بالنسبه لي لان السنتين اللي عدوا كان فيهم اخطاء كارثيه. فلما تقارنهم تحطهم جنب السنتين اللي عدوا لا يبقى احنا ماشيين كويس نسبيا. فانا شايف ان النادي الاهلي بيقول لك تطوير هو حتى قال لك يعني انتقادات بس احنا عايزين نطور عايزين نشتغل على التحكيم. الناس دفعت بعناصر جديده بس عندها اخطاء برضه فانت لازم تشتغل على جزئيه ان تحسن الصوره
تعمل دورات تبتدي تشتغل انت عندك اجازه دلوقتي مثلا لمده شهر. في انديه تعمل اعداد، طب ما تعمل اعداد للحكام برضو. ما اعرفش هم في توجه انهم يغيروا استجنه الحكام، انا ما اعرفش، بس هل لو هيغيروه يجيبوا حد مثلا يكون زي كلاتنبرج؟ لو مش هيتغير يكون في توجيه بقى في الاعداد للحكام، ان تعمل معسكرات زي ما بتعمل تقنيه الفيديو. انت عندك مشكله كبيره جدا فيها، يعني تقنيه الفيديو تحديدا عندك مشكله كبيره جدا. ممكن يكون حكم بيغلط، بس لازم يكون تقنيه الفيديو يعني تساعد الحكم تساعد في تنفيذ العداله. اعتقد احنا عندنا مشكله في الحته دي. اه فلازم الشهر ده نستغله ان احنا مثلا يبقى في دورات فيها كتير، تبقى في محاضرين، تجيب ناس من بره تشتغل على انها تثقف الحكام، او تديهم دورات تشتغل على حته الخطوط اللي احنا عاملين لنا صداع بدل ما هي خطوط مش عارف ازاي وحاجات كده. يا جيمس بص يا كابتن، اه طبعا مش هزود على كلام طبعا صاحب الحكيم، بس انا شايف ان البريرا عليه ادوار كتير جدا لازم تظهر خلال الفتره دي. هو بريرا هيكمل ولا لا؟ لا مكمل. سؤال بريرا مكمل. آه. بريرا مكمل وطالب طلبات للموسم الجديد يعني. طلبات؟ اهم طبعا حته الالغاء بتاعه الحكام الاجانب. مش عايز البند اللي موجود في رابطه الانديه. لا خلاص هو ده بند موجود ده عايز يتحط في اللائحه قبل بدايه الموسم، الانديه تتوافق عليه عشان ما حدش يطلب. وده مش هيحصل. اوكي. ليه مش هيحصل؟ الانديه دايما رابطه الانديه بتشوف ان ليها الحق ان هي في اي مباراه عاوزه فيها طاقم تحكيم اجنبي انت بتدفع الفلوس بتاعته اللي هو 40,000 دولار بجانب انك بتبلغ اتحاد الكوره قبلها باسبوعين. طبعا الفتره اللي فاتت يمكن بريرا نجح شويه ان هو يخلي الماتشات اللي هي الكبيره زي الاهلي وبيراميدز في كاس عشان ما بيبقاش فيها. اتفق معاك شويه، بس في نفس التوقيت هو صم يعني، هو صم مع القرار شويه فتصميمه. الحمد لله ان انا لقينا يعني بيصمم. بس برضه اقول لك حاجه يا كابتن، هو فيها طبعا اكتر من حاجه يعني. انت دلوقتي النادي الاهلي مثلا في مباراه في الدوري حابب ان هو يجيب طاقم تحكيم اجنبي، لو عمل الشروط هيجيب طاقم حكام اجانب. ده اللي كان مثلا في المباراه اللي كده من الاهلي والزمالك، الزمالك ما كانش قدم اي حاجه خالص اتحاد الكوره ان هو يجيب طاقم تحكيم اجنبي، كانت مجرد تصريحات. ده اللي خلى ان النادي الزمالك ما جابش طبعا حكام اجانب. ده نقطه مهمه جدا طلبها بريرا. طبعا بريرا بقى بيفتقد ايه؟ بيفتقد حاجات كتير. احنا محتاجين ان حكام الدوري الممتاز يكون عندهم تطوير اكتر من كده في ماتشات الدوري. الاخطاء يمكن بتتكرر هي، وده يقول لك ان هم محتاجين معسكرات تدريبيه. ما عملش غير معسكر واحد كان في بورسعيد كان لمده 10 ايام وللحكام الدوليين اللي هم حكام الصفوه، يمكن هم الدوليين طبعا اللي معاه بجانب كام حكم تاني هو شايف فيهم التطوير وشايف ان هم من الحكام الكبار في الكره المصريه. هو لكن احنا هو طبعا هو واللجنه ماشي واللجنه، بس هو محتاج تطوير بشكل كبير جدا، محتاج تطوير في التعيينات بشكل كبير جدا، لان خلينا صراحه مع بعض كلنا عندنا مصادر حكام بتتكلم في قصه التعيينات دي بشكل كبير. محتاج ان هو يحل للحكام قصه المستحقات. ما تقوليش كلمه وتسيبني وتمشي. طيب. يعني ايه الحكام بتتكلم في قصه التعيينات اللي هي يعني الحكام يعني في بعض انا ممكن اكون فاهم ماشي في بعض الحكام بتبقى شايفه في بعض الحكام بتبقى شايفه ان هي يعني مظلوم حقها، محتاجه انها تاخد ماتشات اكتر، محتاجه انها تظهر بشكل اكبر، محتاجه ان هي لو حكام فار تتواجد كحكم ساحه عشان يتم اختيارها في الكاف ويتم اختيارها خلال الفتره اللي جايه. طبعا كل الحاجات دي ده دور لجنه لازم تقدمها للراجل، لانه الراجل في الاول وفي الاخر انا مفترض منه انه يبقى دوره تطويري اكتر ما هو داخل في قصه التعيينات ومين يعين هنا ومين يبقى موجود هنا. اما مين اللي هيعين؟ طب ما هو دور اللجنه ايه يا كابتن؟ ولازم دور اللجنه بيقدم له التقارير الكامله والتقارير الصحيحه للتعيينات. ما نشوفش ان الحكام تبقى متكرره. الكامله والصحيحه. ايه؟ الكامله والصحيحه. الكامله والصحيحه دي مهمه جدا عشان تقدر ان انت تختار. بتتكلم برضه يا كابتن على مشكله بتواجه التحكيم بشكل كبير جدا، مستحقاتهم المتاخره لما توصل لاكثر من 10 شهور. طبيعي برضه يا كابتن انه 10 شهور ده كتير جدا على الحكم، انت مش مديله او مش موفر له كل شيء عشان يقدر ان هو يبدا او يقدر ان هو يدي اكتر ما عنده. الفتره الجايه انا عارف انه هيشهد برضه معسكر، يمكن بيرتبوا دلوقتي المعسكر برضه للحكام، بس برضه الحكام يمكن هي الصفوه او الحكام اللي هم برضه حكام الدوليين بالنسبه للحكام اللي هو شايف فيهم ان هم هيديهم الموسم الجديد. بيان النادي الاهلي كان مهم جدا قبل بدايه الموسم الجديد ان هو حابب ان هو يشوف تطوير في منظومه التحكيم المصري، هو شايف ان هو محتاج التحكيم المصري الاخطاء ما تتكررش اكتر من كده، لان فعلا الحكام يا كابتن محتاجه تطوير بشكل كبير جدا، خاصه زي ما الاستاذ عبد الحكيم قال في تقنيه الفيديو. تقنيه الفيديو كل شويه بنسمع حاجتين، اصل الحكم جات له الزاويه اللي مش عارف يحكم منها الكره دي ضربه جزاء او طرد او ايا كان الكره ايه، بجانب كمان ان احنا مش عارفين اصل الخط محطوط ازاي. انت بتدخلني كجمهور او بتدخلني كناقد رياضي في قصه مش قصتي، قصه الخط والخط اتحط على اخر مدافع ولا لا، الخط اتحط على المهاجم، دي قصه والمناخير دي قصه مين يا كابتن؟ دي قصه إيه؟ لجنه. آه. قصتك انت المفروض تحلها مع كابتن. انت بتشوف بره ما بتاخدش مثلا 20 ثانيه 30 ثانيه، بيديك الكونفيرم على طول. صح. بس من غير ما بيحطوش خطوط، الخطوط عندهم. انت هنا امبارح مثلا في كوره قعدنا شويه يعني، لا ده كوره الجون بتاع الجون الثالث على ما اعتقد بتاع الاهلي بتاع طاهر بتاع طاهر طاهر. الكوره
احنا احنا احنا, احنا احنا من اول ما خدتش مش محتاجه. خد حوالي مثلا ما يقارب من دقيقه و10 ثواني مع ان الكره لا تحتاج. معلش استوى برضو عايز يتاكد مش عايز يغلط يمكن بس برضو كابتن يعني الكره واضحه كمل الوقت المهم جدا يا كابتن فيها 2 متر انا شايفها قايل ان هي مش اوف سايد وهي جول. لا ده لما شفتها لا يعني انا من اول لقطه قلت مش اوف سايد. ليه؟ لان في يعني مسافه ما يقلش عن متر ونص او متر. اسمه ايه فاروق مغطي بتاع متر مغطي كتفين مثلا. لا ده على الاقل متر. فانت انت احنا نشوفها من اول مره لان هي واضحه. أوكي. لكن عارف لو فيها مثلا 10 سم 20 سم هتبقى صعبه شويه هتبقى صعبه. لكن دي في مسافه احنا كنا قاعدين. لا بس كابتن دلوقتي حكم الفيديو ده المفروض دوره او حكم الساحه دوره ان هو بيرجع للفيديو في القرار الصعب في القرار اللي هو الفيديو ممكن يجيبه عشانه صح. ولكن مش كل حاجه يتم بالاعتماد على الحكم الفيديو او على حكم الفار. هو بحس ان الحكام دايما بتحاول على قد ما تقدر انها تعتمد على حكم الفيديو. طب ما تاخد قرارك وهو لو في غلط هيرجعك. لكن انا بحس الحكم مستني الفار يقول له دي فيها ايه تعال شوفها. عشان كده انا وجهه نظري يا كابتن لازم يكون في معد نفسي للحكام. معد نفسي لان في عدم ثقه. ما هو الوقت ده ليه في لقطه كده كان حكم مساعد اول ما عمل الكره دي جرح اول ما الفار ده له كونفيرمر عمل يعني بسيد وشوط. عارف ده ليه؟ من كتر الضغط. من كتر الضغط صحيح. تمام. لما بتوفر معد نفسي اللقطه دي خدت احسن لقطه لا انا مش بتكلم على اللقطه انا بتكلم على معظم الحكام. هو حكم حكم الفيديو ده ليه خد دقيقه و10 ثواني رغم ان احنا اشخاص عاديين بالعين المجرده شايفينها ليه؟ خايف من كتر الضغط. خايف من كتر بيحصل في السيوله التحليليه اللي بيحصل في السوشيال ميديا. دور المعد النفسي النادي الاهلي جاب معد نفسي. هو المعد النفسي على فكره ما هو موجود في كل دول العالم يعني انا مش شايفها مشكله يعني شايف. المعد النفسي يجي يحضر المحاضرات. شفت النادي الهلال الطاقم التدريبي فيه كام واحد؟ 16 واحد. ماشي هنبقى نتكلم في فانا بقول لك ان لازم في المعسكرات اللي جايه كان هيعمل معسكر ولا اتنين للصفه ولا للدوليين لازم يكون في معد نفسي بتحاول تخلي الحكام ما تتاثرش باللي يحصل على السوشيال ميديا بيحصل من الضغوط. اشتغل لا بيحصل في بعض الاماكن يعني مثلا لو واحد طلع يهاجمك يشتمك لازم تعزل نفسك وتتعود انك تعزل نفسك عن الضغوط. ده جزء مهم جدا في الموضوع. بيعجبني جدا الكابتن ابراهيم نور الدين في الامور دي الحقيقه على يعني فكره. والاقرب لحد اللحظه لاداره ماتش نهائي كاس الرابطه مين؟ ابراهيم نور الدين. كابتن ابراهيم نور الدين الاقرب لحد اللحظه اللي بكلمك فيها لاداره ماتش المصري وسيراميكا يعني مفيش حاجه في دماغه يعني هو نفس الحركه ونفس البتاع والفار نقعد والفار والبتاع. المهم يعني خلينا نرجع مره ثانيه وبشكل عام هنا انا مش عايز اسماء انا عايز بشكل عام هل هناك صفقات سيتم الاعلان عنها في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه؟ انا هنا بشكل عام مش هذكر اسماء. النادي الاهلي بيشتغل بنظام مؤسسي. ايوه بمعنى ان النادي الاهلي كمجلس اداره خلينا بس يمكن نشرحها لناس معينه عشان في بالظبط انا عايز اوصل لكده. في لغط كتير جدا بيحصل ناس تيجي تطلع تقول لك ايه على السوشيال ميديا ودي يمكن حاجه دي يقول لك اصل مجلس الاداره اتخذ رايه في كذا من غير ما اذكر اسماء. النادي الاهلي نظام مؤسسي بمعنى مجلس الاداره مفوض الكابتن محمود الخطيب بالاشراف واداره قطاع كره القدم. تمام. الحاجات الملفات المحوريه بيرجع فيها المجلس يتشاور معاهم. لكن كل ما يخص صفقات وكده عندك لجنه تخطيط وعندك شركه الكوره. الراي الاول والاخير لمين في الموضوع ده؟ انت عندك مدرب موجود عقده ممتد بترجع للكوره، الكوره بيقدم احتياجاته وبيقدم وجهه نظره، بيتم التفاوض على اللعيبه، الكلام ده بيتم في المحيط ده. مفيش مجلس اداره بيرجع له الا لما خلاص انت مفوض من الاساس كابتن محمود الخطيب. في صفقات هيتم من فتره ودي معلومات كصحفي حصل اكتر من اجتماع بين الكابتن الخطيب ومستر كولر وشركه الكره ولجنه التخطيط وتدرسوا في الموضوع اللعيبه اللي هتطلع مين اللعيبه اللي هنجيبها مين. في كابتن هاني رمزي رئيس لجنه السكاوتنج قدم مقترحات للمراكز اللي عايزها كولر. تمام. واشتغلوا عليها. في بكره خلينا بعد بكره ممكن يتم الاعلان عن صفقتين يعني بعد بكره او بعد ممكن يتم الاهلي يعلن عن صفقه او اتنين بعد بكره بعد بكره ممكن يعني صفقه او اتنين. اوكي. والاهلي هيشتغل على ثمان. الاهلي السنه الجايه كابتن احنا قلنا الحلقه اللي عدت مع الاستاذ عصام شلتوت الاهلي عنده 8 بطولات السنه اللي جايه. 8 بطولات 75 مباراه 8 بطولات بعيدا عن المنتخب ده غير لو ال10 لعيبه اللي بيلعبوا في المنتخب لعبوا هيوصلوا ده منتخب اول منتخب اولمبي ما انا بقول لك 10 منتخب يبقى 15 ما بين 90 ل 100 مباراه. حلو. ومنتخب اول ما هم بين منتخب اولمبي هم مفروض تصفيات وعندك منتخب اولمبي في اولمبياد باريس انت عندك 5 لعيبه في الاهلي ده غير اللي لسه لما يلعبوا السنه الجايه ممكن الراجل يضم ناس ثانيه. فانت عندك وغير ان انت عندك منتخب 2005 اللي هيتشكل هتنضم ليه لعيبه من الاهلي موجوده منهم ناس اتصعدت فريق اول معتز محمد وزعلوك ممكن تلاقيهم في منتخب 2005 فدول برضو متصاعدين فريق اول دلوقتي المفروض تحسبهم انهم بيشتغلوا فريق اول. فالنادي الاهلي عنده 8 بطولات. اداره النادي في الوقت ده
هي عارفه كويس جدا مصلحه الفريق وبتشتغل وهيتعلن على الصفقات وهيجيبوا اللعيبه للمراكز اللي الراجل عايزها ومحتاجها وهيتم الاعلان عنها وهيرجع بيتم تقييم المقدم والكلام ده يعني دي معلومات صحفيه دي معلومات صحفيه اخرى لا 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 دي معلومات صحفيه ان خلال هذا الاسبوع سيتم الاعلان عن صفقه او اثنين ولسه الباقي تمام الاهلي بيدرس ملف المعارين تمام كان كريم نيدفيد جه قعد مع مستر كولر واتفقوا ان انت راح لحد نهايه الدوري الراحه السلبيه بتاعتك بعد انتهاء عقد فيوتشر ولسه بيشوفوا تباعا موضوع المعارين هيحصل ازاي هنستقر فيه والكلام ده كله فالاهلي شغال على طارين اللعيبه اللي انت هتجيبها والمعارين بتقيم موقفهم وبتلبي احتياجات كولر بما يتناسب مع ان انت عندك 8 استحقاقات هتشارك فيهم السنه اللي جايه. جيمي معلوماتك عن هذه بص يا كابتن اكيد كلنا متابعين الفتره اللي فاتت والكلام اللي بنشوفه عن الصفقات اكيد طبعا عن الصفقات الجديده للنادي الاهلي ولكن انا بشوف النادي الاهلي دايما فعلا بيتحرك زي ما المدير الفني بيبقى بيطلب حتى لو يعني اداره الكوره في النادي او حتى لجنه التخطيط في النادي او حتى شركه الكوره في النادي ممكن تحط ترشيحات كتير جدا ولاعيبه تبقى هي شايفه انها لو موجوده في النادي الاهلي هتقدر انها تضيف بشكل كويس ولكن دايما يا كابتن الكلام ده كله بيتعرض على المدير الفني والمدير الفني هو بيبقى صاحب القرار الرئيسي والنهائي في اختيار الصفقات الجديده. طبعا الملف يا كابتن كان في اكتر من يعني اكتر من شيء محتاج ان هو يتحسم. انت بتتكلم على ملف راحلين على النادي الاهلي، بتتكلم على ملف صفقات جديده، بتتكلم على ملف عوده معارين انت بتشوف مين اللي محتاجه ومين اللي انت محتاج ان هو ممكن يجدد اعارته مره تانية او ممكن تبيعه، كمان مين اللعيبه اللي انت ممكن تخرجها اعاره في حاله صفقات جديده انت تقدر تضمها فممكن اللعيب اللي موجود في النادي الاهلي ما يقدرش ان هو ياخد فرصه خلال الفتره الجايه مع كولر، ولكن انا بشوف ان كولر هيقدر يتعامل بشكل كويس جدا في اختيار الصفقات الجديده لانه دايما مدرب بيعرف يختار عينيه كويسه. الكابتن اللي يطور من عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي بالشكل اللي احنا شفناه خلال الموسم اللي فات ونشوف النادي الاهلي اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع في الدوري المصري ما يخسرش غير 4 ماتشات، انت بتتكلم على 4 ماتشات في موسم كامل، بص على اسماء ريال مدريد وفلامينجو ومثلا وهلال وصن داونز في دوري الابطال وانك ترجع وتفوز بكل البطولات الممكنه واللي اتيحت قدامك، فانت بتثق دايما في المدير الفني في اختياره. طبعا انت بيبقى في حريه كامله بشكل كبير جدا من مجلس الاداره في اختيار صفقاتك، هو الراجل شايف مراكز معينه عاوز يتم دعمها خلال الفتره الجايه وفعلا ده بيحصل خلال الوقت الحالي. وانا برضو كمعلومات عندي ان النادي الاهلي يعني مش هيكتر في الصفقات بشكل كبير جدا، بيتكلم من 2 ل3 صفقات خلال فتره الانتقالات الحاليه، لان النادي الاهلي عنده قوام برضو يا كابتن بشكل كبير كامل، عنده قوام يمكن رجع عدد كبير جدا من اللعيبه اللي كانت قبل كده ممكن يكون كان مستوى اقل او كان ما بتاخدش بشكل كبير، رجعهم مره ثانيه للمستوى بشكل عام، ولكن اكيد في ازمه كبيره جدا هتواجهه الموسم اللي جاي بسبب الصفقات. وانا بشوف بسبب عدد الماتشات والاستحقاقات طبعا انا بشوف يا كابتن ان قرار اعتذارك عن البطوله العربيه كان قرار صائب لانك انت الفتره الجايه داخل على ماتشات كتيره جدا بتتكلم كابتن مين اللي هيقدر كاتحاد كوره او كرابطه انديه ان هو يعني يقدر ان هو ينسق كل ده؟ الموضوع صعب جدا والكاف كمان من الحاجات من الاتحادات اللي بتتاخر قوي يا استاذ حكيم في انها تبعت المواعيد بشكل كامل او دلوقتي لحد دلوقتي ما حدش عارف الميعاد على اي حاجه محدش عارف السوبر ليج هيتلعب ذهاب واياب السوبر الافريقي كمان والسوبر الافريقي حضرتك معلش غيروا اسمه الدوري الافريقي الدوري الافريقي انت حضرتك مش عارف الافريقي الممتاز هيتلعب ذهاب واياب ده السوبر لا استنى يا استاذ محمد ده السوبر الافريقي اللي هو الاهلي والاتحاد حددوا 1 سبتمبر وما عرفوش المكان لم يحدد بالظبط لا ما حددوش الوقت ما رجعوا في الوقت لا 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 حددوا 1 سبتمبر هو كان 13/8 تمام اتاجل 1 سبتمبر بس المكان ما تمش الاعلان عنه لحد دلوقتي يعني شوف اللي انت بينك ما بينه استحقاق شهر طيب كويس هو لو طيب بمناسبه احنا رحنا لهذا الامر تفكير انا بس في نقطه عايز اتكلم فيها اتفضل كنت حضرتك انا شفتها بس في الانترو لو تسمح لي يعني اتفضل كنت حضرتك اتكلمت على موضوع ماتش مباراه الاهلي والداخليه الاهلي والداخليه اللي هو في دور ال 16 في كاس مصر الداخليه ليه طلب كده عشان بس الناس تبقى فاهمه الموضوع لان هو الموضوع ما اتشرحش بشكل كويس مش من حضرتك من الناس بشكل عام لان في ناس احيانا بتحرج انها تتكلم بذكر اسماء انت الدوري هيخلص يوم 26 يوليو يوم 27 انت هتفتح القيد عشان الزمالك يشارك في البطوله العربيه المفروض انت تستنى فتح القيد لحد ما تخلص المنافسات بتاعت الموسم ده اللي انت منها مباراتين دور ال 16 ومباراه دور الثمانية اللي هي الاهلي والداخليه والناحيه الثانيه المصري ومين المصري خلاص صعد المصري صعد الاهلي والداخليه والمصري اللي هيصعد من دول هيلعب الداخليه المفروض تستنى الماتشين دول وتفتح وتفتح القيد تفتح القيد يوم كام يوم 5/8 يوم 5/8 انت عملت ايه انت عملت عشان الزمالك يلعب بطوله عربيه فرحت فاتح القيد 27 لازم تنهي فبالتالي كل اللعيبه المعاره من انديه لانديه خلاص ما ينفعش تلعب في النادي اللي هي فيه في الداخليه في على سبيل المثال الداخليه تمام وكل اللعيبه اللي انتهت عقودها ما تنفعش تلعب
مع الداخلية. فبالتالي مثلا الاهلي عنده اربعه معارين في الداخليه ما ينفعوش يلعبوا الماتش بالظبط عشان اتفتح الباب القيد خلاص انتهت. الداخليه عنده مثلا حوالي 6 او 7 لعيبه عقودهم انتهت فما ينفعش يلعبوا. فالقوام اللي موجود عنده كام لاعب؟ 8 مثلا 8 و3 4 8 8 حوالي مثلا 9 و10 لعيبه. فده الموضوع يا اما انت حضرتك تاجل فتح باب القيد لبعد 5 8 لبعد 5 8 تاجل الماتش بس يعني عشان بس ده خلاص هو الاقرب تاجيل المباراه خلاص بنسبه كبيره. انا بتكلم عشان الناس بس هي افضل للنادي الاهلي في كل الاحوال تاجيل هذه النقطه بقى اللي تخص الاهلي. الاهلي انت هتيجي في شهر 9 لعيبه المنتخب، لعيبه المنتخب دي لما تجيلك ما ريحتش الفتره المناسبه. ايوه تمام. عشان كده انا قبل ما اعرف القصص دي كلها طالبت، كانت وجهه نظري الشخصيه والله مره تانية دي ليس بعيدا عن ولا حاجه بتترمي ولا الكلام اللي بيقعد يتقال ده يقول لك اصل الاسلام بيقول كذا عشان تترمي ابدا ولا اعرف. انا بقول رايي الشخصي، رايي الشخصي ان اللعيبه بعد ماتش الزمالك والفوز على الزمالك وجهه نظري كانت تاخد راحه سلبي. اسبوعين. ما هو كولر امبارح في المؤتمر قال جمله ما حدش خد باله منها، مستني القرار. قال لك انا مستني قرار معين. حلو، هو كان هيديهم راحه بعد الماتش ده. انت كلاعيبه منتخب انت عندك حاجتين مهمين جدا. انا كنت هسالك سؤال. اتفضل معاك. طب هو تفكير كولر ايه الفتره اللي جايه؟ تفكير كولر لو انت ولا انت مش ما حدش عارف دلوقتي. لا لو انت اجلت هيريح 10 لعيبه. ايوه. 3 اسابيع. هو ده كلام دول بس. منهم القوام الاساسي للمنتخب. وبالمناسبه القرار ده هو طبعا عشان النادي الاهلي مش مختلفين طبعاً. عشان طبعا طبعا بس جزء مهم جدا منها المنتخب. انت عندك السنه اللي جايه احنا كجماهير بقى سيبك من احنا صحفيين ولا حضرتك نجم كوره مش هنتقبل ان احنا ما نبقاش موجودين في كاس العالم 2026. لا لا بعد النظام الجديد ده. النظام الجديد بعد النظام الجديد فانت حضرتك فانت حضرتك لازم توفر للجهاز الفني للمنتخب كل حاجه. لعيبه النادي الاهلي القوام الرئيسي بتاع ال10 دول هيرتاحوا منهم على الاقل 7 ولا 8 موجودين مع المنتخب. عندك تصفيات كاس عالم وعندك بطوله امم افريقيا فانت لازم تدي اللعيبه دي تدي فرصه ان وبعد كده هم كلهم ماتش يعني ممكن تلعبوا قبل الدوري بثلاث ايام اللي يعني هو الداخليه اللي هو ماتش الداخليه مش صعب على فكره يعني الموضوع سهل جدا انك تعمله بس ادي فرصه للراجل يريح لعيبه ثلاث اسابيع يجي لك اللعيبه دي ورايح المنتخب في شهر 9. اتمنى اتمنى ده لو ده لازم ده لازم يا كابتن لازم مفيش اتمنى على رايك انا مفيش لازم مفيش مجال يا كابتن ان انت تقول ان انا ما صعدتش كاس عالم مفيش مجال تقول لي ان انا ما كنتش موجود في هقول لك سيف المربع. انت هنا بتتكلم على الموضوع بشكل عام ولا انا بتكلم على المنتخب. انا قاعدين اهو مش في قناه الاهلي اركي الاهلي على جنب اللعيبه دي اللي هتتريح حصل لها حاجه لو يا جماعه النهارده ده ثلاث توقفات ورا بعض انت بتتكلم في 9 اثيوبيا وتونس يعني اثيوبيا خلاص احنا ضمننا التاهل في الامم افريقيا فانت بعدها هتلعب كمان ضد منتخب زي تونس انت محتاج تجرب عناصر كتيره جدا وهو الراجل دايما بيخاف من التصنيف وده حقه هو الراجل دايما عايز يبقى موجود في التصنيف الاول زي ما هو موجود وهو ما كانش لاعب وهو ما كانش كنا مع بعض يا كابتن قلت لك قبل كده ان هو الراجل تركيزه كله ان هو مش هيلعب ماتشات كبيره الفتره دي هو خلاص لاعب الكويت عايز يعدي التصنيف عايز يعدي التصنيف وعدي خلاص هو الراجل حقق بالنسبه له التارجت بتاعه ووصل لامم افريقيا بعدها في 10 هيلعب ماتشين كبار جدا في شهر اكتوبر قالوا له في الاتحاد طب ايه المشكله لو لعبت ماتش مثلا قدام فرقه دايما تصنيف اول في افريقيا فالراجل فكر فمفيش مشكله طب مين مرشح ففي جزائر في نيجيريا في اكتر من اسم مطروح بالنسبه له والماتش الثاني نلعبه خفيف اجرب برده عناصر جديده تدخل المنتخب بعد كده تدخل في شهر 11 هتلعب ماتشين في تصفيات كاس العالم بعدها لمجرد شهر وهتبدا استعدادك لامم افريقيا فانت بتتكلم على عدد ضغط كبير جدا ماتشات كل لعيبه الكره المصريه تحديدا بقى لعيبه النادي الاهلي هتتدرب فيها ويمكن تدور المنتخب بتتكلم على المنتخب الاولمبي ميكالي طالب 6 ماتشات وديه قبل اولمبياد باريس فانت بتتكلم على عدد ماتشات كبير جدا بتتكلم كمان على بطولات انت لسه مش عارف مواعيدها بتتكلم على حاجات كتير جدا لم تحدد بعد فهو كولر محتاج الفتره دي يا كابتن ان هو لازم قرار وانا بشوف ان قرار السنه اللي فاتت باراحه اللاعبين الاساسيين من النادي الاهلي هو اللي دلوقتي بنجني ثماره بالفوز بالبطوله لما قلنا كده يا كابتن اسلام السنه اللي عدت كنا بنتهاجم لما قلنا قرار الراحه اللعيبه دي اللي ريحت دي صفقات جديده كنا بنتهاجم صح اتهاجمنا قلت انا اللي قلت وانا اللي اتهاجمت ما انا بقول لحضرتك تمام واحنا كنا بنأكد على كلامك كنا بنتهاجم دلوقتي اللي حصل صح صفقات جديده لا لما انت خدت الموسم ده كله هو ده اللي حصل اللعيبه انضمت للمنتخب ما كانتش اللعيبه دي هي اللي شالتك السنه دي وجابت لك 5 بطولات انت جبت صفقات طبعا مؤثره مش مختلف معاك بس القوام الرئيسي اللي عندك السنه دي هو السنه اللي فاتت هو نفس المجموعه بالظبط هو اللي خدت المجموعه اللي خدت الاجازه المجموعه اللي عملت الاجازه او يعني بصراحه انا هفضل اقول ان هذا القرار التاريخي كان له اثر كبير جابي. جدا جدا في فرحه جمهور الاهلي هذا الموسم والفوز بخمس بطولات حتى الان مظبوط هو طيب. هو ده كان قرار يعني كان جزء من خلينا مثلا نقول 30 40% من الانجازات السنه دي لا اكتر اكتر يعني خلينا عشان بس برضه 50% انا وجهه نظر كولر مثلا كان لا ما هو كولر ما كانش هيعرف يعمل كده هو لعيبه مش مريحه
لو اللعيبه يعني لو الناس مركزه معايا فالناس هتركز معايا. طب الراجل طلب السنه دي وبصراحه انا شايف الناس لازم تبص للموضوع ده لازم الطلب ان اللعيبه تريح لازم. وانا اتبسطت ان هو لو موضوع الداخليه ده اتحقق واجلت المباراه بالتالي بناء عليه سيتم تاجيل مباراه المصري وما عندكش حاجه لغايه 1/9 صح؟ اه فبالتالي لما تاخد لك ثلاث اسابيع كابتن وجهه نظري برضه حتى لو ما تمش تاجيل مباراه الداخليه انا شايف ان برضه لازم اللعيبه تريح. وانا قلت كده لان لازم لعيبه انا مع كابتن لازم لعيبه. طب كابتن طب كابتن ما تزعلش مني هو انا ليه كذنب كنادي اهلي ان انا ادفع فاتوره ان انا بوصل افريقيا ان انا بوصل البتاع دي يعني انت ليه عايز تلعبني بطوله رسميه بمجموعه لاعبين صعبين؟ طبعا كل الثقه الكامله في كل لعيبه النادي الاهلي. لما كنا بنتكلم هنا وبنقول ان حراس المرمى حارس مرمى 2006 ينفع يلعب فريق اول كانت الناس بتقول علينا ايه ان احنا طبل ماسكين الطبله وبتاع اهو مصطفى شاور لعب فاينل دوري ابطال افريقيا قدام اقوى فرق افريقيا وحمزه علاء مع المنتخب الاولمبي وبالمناسبه مصطفى مخلوف يقدر يبقى حارس في الفريق الاول عمر كامل حارس 2006 يبقى فريق اول. بس انا بقول لك عليه احنا كلنا ثقه بس انت ليه عايز تحرمني ان انا العب ماتش الداخليه؟ طب نفترض مع الماتشات ملهاش كبير يعمل معاك زي بروكسي كان ممكن هيطلع بروكسي كان هيطلع الزمالك يعني ماتش صعب تمام. فانت ليه عايز تحرمني ان انا العب باللعيبه بتاعتي ليه؟ وليه عايز تحرم الداخليه انها تلعب بالقوام بتاعها بالصفقات اللي تجيبها؟ طب هل ده معناه ان لو تاجل الماتش هتلعب بالصفقات الجديده اهلي وداخليه؟ اه اوكي 30 يوليو ما ده طبيعي. ما اذا كان الزمالك وبيراميدز هم مؤسس الفاينل هيلعبوا بالصفقات برضه صح. والمصري نفسه اللي هو صعد دور الثمانيه ومستني الفايز من دول هيلعب بالصفقات الجديده لو الماتش اتاجل. فالموضوع القصه مش عليك انت بس هو الداخليه يعني انت عشان تجامل مش هقول تجامل عشان تقف مع نادي رايح يشارك في بطوله خارجيه انت لو اصرتنا ان تلعب الماتش كده بتظلم مين؟ تظلم فريق الداخليه. سيبك من الاهلي ده ممكن كمان خلي بالك يلعب من غير كابتن علاء عبد العال. انا كنت بكلم مع كابتن علاء عبد العال وقال لي انا لحد دلوقتي ما حسمتش مصيري ومش عارف ماتش الاهلي هيتلعب ولا لا وعندي عروض ولسه مش عارف هبقى في الفريق الفتره اللي جايه ولا ممكن اروح مثلا. فانت بتتكلم على كابتن ما عندوش 10 لعيبه او 9 لعيبه فانت بتتكلم برضو في مشكله وفي مشكله في النادي الاهلي فده طبيعي لان انت بتتكلم في نهايه موسم. طب انت بقى في مشكله الناس برضو ما بتتكلمش فيها لو الكاس اتاجل وهو كده كده اتاجل نص النهائي بس لو اجلت كمان الماتشات دي انت هتلعب برضو السنه الجايه 2 كاس مصر بجانب كل البطولات دي ازاي؟ مش عارف دي قصه. ما هي لازم رابطه الانديه وهتنهي في 6 ازاي؟ لازم رابطه الانديه واتحاد الكره يقعدوا تمام يبقى في دراسه للوضع العام لان الوضع لازم فعلا قرار صعب جدا. لازم تاخد قرار. ايه القرار حتى لو دوري ممكن إيه انت بتتكلم في دوري وكاس مصر عندك قديم وجديد. اعتقد في ظل البطولات دي كلها ممكن تفكر انك تضحي ببطوله وجهه نظري. الاهلي يعني؟ ايه؟ الاهلي؟ لا مش نادي الاهلي. مستحيل. هل ممكن كاس مصر؟ اتحاد الكره لا يملك الا كاس مصر اللي بيجيب له دخل فمبدئيا كاس مصر مش هيتلغي. الدوري مش هيتعدل نظام السوبر المصري. السوبر المصري ده تم الاتفاق عليه خلاص. ده خلاص إيه؟ اربع فرق اعتقد صح؟ السوبر المصري ده حاجه مسوقه مع دوله الامارات فطبيعه الحال هيكمل. هيبقى كويس جدا. وكاس مصر اتحاد الكره لا يملك الا كاس مصر. هيلعب الاثنين. لا ما خلاص الموضوع دلوقتي الدوري مع مين؟ مع رابطه الانديه. مع رابطه الانديه وانا اللي معايا الكاس دي المصدر الوحيد بتاع انا بايعه كرعاه فانا ازاي انت عايزني الغي اشمعنى انا الغي؟ ده هو كله على بعضه 6-7 ماتشات لكل فريق عايزنا. طب ما تقلل. طب برضه طلع الكلام بتاع كل سنه طب الدوري استثنائي طب هنلعب بدوري دور واحد طب مجموعتين الكلام ده مش موجود اصلا في الحسابات. محدش بيفكر في هذا الكلام. مش موجود اصلا في الحسابات. وعلى فكره مش فارق معاه اللعيبه ولا الانديه ولا المنتخب والانديه بترفض يعني دي برضه معلومه الانديه بترفض الكلام ده يعني الانديه برضه بترفض انها تاخد الدوري بالشكل ده والاتحاد مش هيعرض ده برضه يعني الاتحاد الفتره الجايه ورابطه الانديه مش هيعرضوا الكلام ده بس انت خليك عارف انك داخل على موسم قوي جدا وعندك ارتباطات فيه حتى للمنتخب الاول والاولمبي صعبه جدا وكتير وكل مدرب فيهم محتاج ان هو يكمل انا بشوف يكمل نجاحه يعني ميكالي محتاج ان هو يستمر في الاداء اللي هو عمله في كاس امم افريقيا لان خلاص الناس برده شافته في حته ثانيه بتكلم على فيتوريا داخل بقى خلاص في مرحله ان انت بتحكم على مدير فني لمنتخب مصر الاول فطبيعي الراجل هيتمسك بطلباته طبيعي ميكالي هيتمسك بطلباته يمكن هيبقى عندهم فرصه ان اللعيبه كلها بتشارك وهيحصل تدوير اكيد في النادي الاهلي وان عدد كبير جدا من اللعيبه ممكن تظهر بشكل كويس ثانيه مع صفقات جديده بس كولر اعتقد هيبدا الموسم الجديد يا كابتن بنفس الطريقه اللي بدا بيها بتغييرات بشكل كبير جدا في التشكيل ما بيثبتش وانا بيعجبني في الموضوع ده جدا لانه بيدي لعيبه كتير جدا بيحسسك دايما انت مش عارف مين ممكن يبدا عنده كام عنصر اساسي بس في نفس التوقيت بيدي عناصر جديده بتقدر ان انت بيبقى عندك ثقه كبيره قوي في ظل وجودها في اي مباراه. طيب برضه يا استاذ عبد الحكيم بما اننا بنتكلم عن النادي الاهلي والمباريات القادمه في حاله وصول النادي الاهلي للرقم 90 اعتقد ده هيبقى رقم تاريخي ورقم قياسي. هو النادي الاهلي عداه مره بس انا وجهه نظري لو تسالني انا هو طبعا رقم تاريخي هو اصلا اللي بيحصل في الموسم ده بصراحه في الدوري وفي كل المسابقات ده شيء يعني انا لما كنا بنقول برضه ان احنا لازم الناس تشوف الاهلي عمل ايه لازم تشوف الاهلي وصل للمرحله دي ازاي انك تشتغل على كل البطولات دي
انا مش مع الموضوع ده، برغم ان انا واثق ان الاهلي هيكسب، بس انا مع انصار ان انت تدي فرص زي ما كولر بيعمل، ان انت تريح اللعيبه الاساسيه تمام، ويتمنى ماتش الداخليه يتاجل بغض النظر عن اي نتائج هتحصل في الثلاث ماتشات اللي فاضلين، اي نتائج قدام الحدود وبيراميدز والمصري، اي نتائج، اهم حاجه ان انت تريح اللعيبه الاساسيه. وصلت وعملت رقم قياسي 90 شيء كويس جدا، ما عملتش انت رجعت الدوري، واخد دوري ابطال افريقيا، واخد 2 سوبر، واخد كاس مصر، 4 ديربي، انت واحد انسحب وثلاثه انت كسبانهم، ما فيش اكتر من كده. لكن اهم حاجه ان انت تصعد لعيبه، تدي فرص للمجموعه اللي ما كانش لها فرص قوي انها تكون موجوده، اهم من انك تدور على انك توصل نقطه 90. دي وجهه نظر الشخصيه، ولازم الجهاز الفني يرفع الضغوط على اللعيبه ان انت ما تلعبش في جزئيه ان انت لازم اوصل نقطه 90 دوري لا هزيمه. يعني الحته دي حاجه مهمه جدا، بس انا مش مع المنظر اللي انا شايفه السنه اللي جايه يا كابتن. لا، لازم تريح صعبه قوي الايام اللي جايه، يعني او المباريات اللي جايه هتبقى 8 بطولات منهم 3 بطولات قاريه، بطوله كاس عالم تمام، 2 كاس مصر، سوبر مصر في 4 انديه، دوري محلي في 34 مباراه، رابطه انديه 2 كاس مصر، يعني سيبك من رابطه الانديه و2 كاس مصر، كاس امم افريقيا، عندك كاس امم افريقيا، وعندك تصفيات كاس عالم، واستعدادات اولمبياد، اولمبياد باريس، الاولمبياد المعلومه اللي عندي ان الانديه موافقه على ان اللعيبه بتاعتها بتيجي وقتها اصلا، عبد الحكيم إيه؟ وبتقطر بتيجي وقتها ولا ده بتقطر؟ لا ما هم المره دي وافقوا، يعني ما والمره دي ميكالي عنها كتير قوي، كنا بنتكلم عنها كتير جدا وكانوا بيطلبوا كتير جدا، بس الانديه بتوفق في المنتخب الاولمبي، كان المشكله في المنتخب الاول. يعني لعيبه المنتخب الاول دي، ما هو بعد ظهورهم برضه عبد الحكيم في البطوله كل اللعيبه دي بقت اساسيه خلاص في فرقه، يعني كان محمود صابر اتفرج عليه السنه الجايه في بيراميدز، بتتكلم على محمد شحاته اتفرج عليه السنه الجايه في طلائع الجيش، بتتكلم على عدد كبير جدا من اللعيبه، بس بيلعب على طول بالظبط، بس بتتكلم على محمد شحاته، كابتن عبد الحميد بسيوني نزل من المطار جابوا لعيبه، جابوا على طول لعيبه، في بعدها باربع ساعات وصلوا الطياره الساعه 1، الماتش كان الساعه 6 تقريبا او 7، كان بيلعب موجود معاه، لعيب مؤثر عنده. فانت بتتكلم يا كابتن وقت ما اخده منك في طبيعي جدا هتاثر عليه. فانت لازم تدي الفرص للاثنين مدربين اللي هو منتخب مصر الاول والاولمبي، ان هم يحطوا خططهم من دلوقتي، وانت تبتدي تجهز للموسم الجديد من دلوقتي. بص يا كابتن، حلها اللي احنا اتكلمنا فيه كذا مره، لازم تاخد خطوات مستقبليه ان انت تبتدي تخفض عدد الانديه وتزود في دور المحترفين اللي انت لغايه لما ده يحصل يا عم السنه الجايه دي. ما هو انت هتفضل كل ما تيجي تفتح البتاع وتبص كده وجاي قافل تاني. حلو، طب هي مش يعني القصه مش السنه الجايه بس، ما انت السنه الجايه هتطول، تقعد لحد شهر 10 المنافسات، هتخبط في السنه اللي بعدها كاس عالم. لا انا شفت النائب احمد دياب وهو بيتكلم بيقول ان هو السنه اللي فاتت كان احنا خلصنا شهر 8، السنه دي خلصنا شهر 7، السنه الجايه خلاص شهر 6، يعني المفروض ان هو يبدا. مستحيل، وانا بقول لك مستحيل، مع عبد الحق انها مستحيل، مستحيل صعب، مفيش بطوله، مفيش حاجه تخلص قبل شهر 9 برضه. انا بقول لك السنه الجايه 9، السنه الجايه يعني وسام برضه في رساله الفرق المشاركه في افريقيا، الحاج عامر حسين لو قعد من الصبح بالليل لمده 365 سنه 365 عشان يعمل جدول مش هيعرف. صعب اصلا الكاف، الكاف ما ادكش موعد يا كابتن. الدوري الافريقي انت حددت ميعاده من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر. جميل، النهارده طلعت قرار ان الانديه اللي هتشارك ما تلعبش في المنافسات المحليه بناء على الشركه الايطاليه الراعيه للمسابقه، يعني الاهلي من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر مش هيلعب. شوف كم مباراه، قرار رسمي راح لاتحاد الكوره. الشركه الراعيه مديه اوبشن كده للثمان انديه، فانا اقعد اهو 6-7 مؤجلات. شوف بقى، تخيل حضرتك مثلا من اول ما يبدا الدوري لحد شهر 1 لحد بطوله افريقيا لحد 1-2 الاهلي مش هيلعب 10 ماتشات، 8 ماتشات بالكثير، هتيجي تلعب ده كله في الاخر، في الاخر هيبقى صعب، مستحيل. فانا بقول لك مستحيل انك تنهي قبل 9، وهتيجي بعد 9 السنه اللي بعديها تدخل بقى ايه الاولمبياد، او السنه الجايه الاولمبياد سنه 2025 التصفيات بتاع كاس العالم، اخرها بقى خلاص التصفيات عشان كاس العالم، والاهلي هيلعب، والاهلي هيلعب كاس عالم انديه اللي هي كبير، من 32 فريق في امريكا بالظبط. هذا كفايه مشوار، ولا والبطوله شهر زيك زي كاس العالم الكبير، فانت هتقعد لك عشان تتعود على جوده، عايز لك 50 يوم 45 يوم، فادي 45 يوم وهيبقى عندك برضو الدوري الافريقي طب احنا متشكرين يا عبد الحكيم عم، خلاص مش عايزين يعني انت لازم ناخد القرار يا كابتن، هنخفض الانديه والله، لازم القرار ده امتى؟ امتى؟ السنه الجايه، ما انت السنه الجايه هتلعب 18 وهتلعب بنفس هذا الشكل اللي انت بتتكلم فيه، ياخدوا لحد اللحظه وقت كبير جدا مع الانديه في قصه دوري المحترفين، فانت ما بالك بقى لما توصل لدوري ممتاز وعايز تعدي في حاجه زي كده الموضوع هياخد وقت. ما هو ده اللي مأثر جزء تاثيرنا يا كابتن على المنتخب، مش عايزين ناخد الموضوع كله على القصه دي، بس انت المنتخب بتاع المنتخب بتاعتك بتعاني، سيبك من الاهلي والزمالك خالص، المنتخب بتاعتك بتعاني من ارهاق اللعيبه. وشئت ام ابيت الاهلي هيفضل كده باذن الله موجود في احد الادوار النهائيه في البطولات وهياخد البطوله، فهتفضل تعاني. 75 مباراه اعتقد كتير. رقم كبير جدا بسرعه جدا عشان الوقت. الدوري المحترفين رايكم انتوا الاثنين في ايه؟ بص يا كابتن، انا شايف، انا شايف كرة. انا شايف لو انت وفرت له
الرعايه. وده حتى كلامي حتى مع رؤساء الانديه الناس اللي بتعترض او الناس حتى اللي موافقه. النهارده ظهر 8 انديه موافقين خلاص بشكل رسمي على اقامه دوري المحترفين. ويمكن الوضع اتغير شويه عكس الاول. يعني الاول كانت الانديه رافضه بقوه، بقى في بعض الانديه دلوقتي وكان حتى منهم من الناس اللي رافضه ناس كانت وصلت خلاص دوري المحترفين. ولكن النهارده الامور اتغيرت شويه، بقى في انديه خلاص بقت موافقه على دوري المحترفين، واتحاد الكوره قدم للناس دي وقال لهم يا جماعه والله احنا هنعمل رعاه وهنعمل وهيبقى فيه فلوس للانديه وهيبقى فيه الملاعب وهيبقى فيه الموضوع زيه زي الدوري الممتاز. والموضوع ده بطلب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، والراجل عايز يشوف عدد كبير جدا من اللعيبه، يوسع القاعده، وحاجات كتير جدا يتكلموا فيها. يمكن دوري المحترفين يا كابتن محتاج هو الاساس بتاعه الرعايه، محتاج ان الانديه دي لما هتسافر وهتلعب تتكلم على ان هم محتاجين صفقات، تتكلم محتاجين منافسه. ويمكن كان سبب رئيسي في تغيير بعض الافكار في رؤساء الانديه او قراراتهم بالموافقه بقى على رابطه اللي هو اقامه دوري المحترفين هو قصه التاجيل. لان انت لو اجلت، انا نادي النهارده وصلت، طب انا ممكن السنه اللي جايه ما وصلش، طب يبقى انا ضيعت عليا فرصه ليه ان انا ابقى موجود في دوري المحترفين. دي غيرت في الفكره بشكل كبير، لان قصه الغائها بشكل نهائي دي مرفوضه يا كابتن من اليوم الاول. دخل اتحاد الكوره يمكن قعدوا معاهم في اتحاد الكوره من فتره مع رؤساء الانديه من فتره من حوالي اسبوع واتكلموا معاهم وقالوا لهم احنا برده لسه قرار ما خدناهوش بشكل رسمي، واحنا حابين ده بس لسه برده هنكرر. يمكن الانديه وقتها تلعب ببيانات على طول ان خلاص تم الغاء دوري المحترفين. الكلام ده وقتها اتحاد الكوره نفاه فورا بعدها على طول. يمكن النهارده الموضوع لما قلت لك اتغير بشكل كبير، وانا بشوف اتحاد الكوره خلاص ماشي في طريقه لاقامه دوري المحترفين. لا هو الموضوع بس منتهي. الموضوع خلاص دوري المحترفين بشكل نهائي. لا مفيش كلام بشكل نهائي. وفي رعاه بالمناسبه، وفي بس فضل. انا بتكلم على ان كان هناك اجتماع امبارح، هم الانديه كانت محتاجه تطمين بشكل كبير جدا في الموضوع ده. انا كان امبارح شفت ان في اجتماع في النادي الاولمبي 67 نادي بيحضر الاجتماع. نعم كانوا رافضين. رافضين بس انا بقول لك النهارده في 8 خلاص موافقين من ال 67. 8 يا كابتن من خلاص وصلوا دوري المحترفين. في 8 من 8 من الناس اللي وصلوا دوري المحترفين خلاص موافقين. الناس ال 20 اللي في دوري المحترفين اكيد موافقين بالظبط. لا كان في انديه منهم رافضه. كان في انديه رافضه كتير. كانت في انديه كتير جدا منهم رافضه، كانت منضمه مع الانديه اللي رافضه اصلا اقامه دوري المحترفين. فانت بتتكلم النهارده اتحاد الكره قدم 8 لسه 12 ماشي، ولا 12 برضه يا كابتن يعني القرار مش هيضرهم في حاجه. كابتن خلص الموضوع، الدوري المحترفين هيتعمل هيتلعب. موضوع منتهي، وكل اللي بيحصل ده وانا شايف وانا اقول معاك ده افضل قرار، واتمنى يكون في سرعه على طول. قرار صراحه قرار يعني، يعني لو اتكلمنا عن اتحاد كره القدم واللي بيحصل في اتحاد كره القدم ممكن نقول وننتقد، ولكن لو ده حصل هيبقى قرار في مصلحه كره القدم المصريه بشكل كبير جدا. ولكن اول دوري هتعرف تبص عليه، اول خطوه في اصلاح الكره المصريه. بعد كده الدوري الممتاز يبقى 14 وده يتباع 14. وده يتباع وده يتباع وده يتسوى وده يتسوى، وتوسع قاعده اللاعبين كمان بشكل كبير جدا. صحيح. هيبقى عندك دلوقتي قاعده كبيره جدا، وكمان انديه الدوري الممتاز لما تيجي تبص على لعيبه الدرجه اللي هي بقى دوري المحترفين او الممتاز بيه هتقدر انها تجيب وتنقي عناصر مميزه جدا. لا المنتخب المحلي اللي انت بتعمله يا كابتن، ما هو انت جزء من المنتخب المحلي ايه؟ ممكن تاخد من الدوري اللي انت هتعمله ده منتخب اولمبي ممكن تطلع منه لعيبه. عموما نتمنى كل التوفيق لكره القدم المصريه خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا حكيم على وجودك معانا. شكرا جزيلا. انا بشكرك جيمي على وجودك معانا. إذا كانت هذه حلقة اليوم، أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله غدا مع عايز أقول أنباء جديدة قد تحدث بكرة بعده وبعده محدش هناك عارف. أمور قد تحدث الآن هناك أمور قد على رأي الأستاذ حكيم، هناك أمور قد تحدث خلال الأيام القادمة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.